الصبر وبعد الليل جاي النصر أمتي يا مصر أمتي يا مصر 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 قمت يا مصر وعدى ولدك ورفع علمك قبلك فرحك طيب جرحك بعد الصبر قمت يا مصر قومي اليك السلام بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بحضراتكم جميعا منذ قليل تم الاعلان عن استشهاد صالح العروري نائب رئيس الحركه السياسيه لحركه حماس في الضاحيه الجنوبيه في بيروت في لبنان. بالتاكيد هذا الحادث الذي وقع منذ قليل له تداعيات على الداخل الاسرائيلي وله تداعيات على سير المعارك في داخل فلسطين صالح العروري قياده من القيادات الكبيره في حركه حماس هو ليس من ابناء غزه وانما من ابناء رام من مدينه من احدى قرى رام في الضفه الغربيه ولد سنه 66 1966 وقبع في السجون الاسرائيليه لمده 18 سنه متواصله وكان احد مهندسي صفقة جلعاد شاليط منذ فترة طويلة ويوصف بأنه عقل مدبر لصفقات سياسية بتقوم بها حماس على مدى الفترات الماضية. صالح العروري الذي حكم عليه بالسجن فترات متباعدة لمدة 18 عام تم الإفراج عنه والإقرار بإبعاده عن الأراضي الفلسطينية المحتلة ومنها إلى سوريا حيث استمر هناك لمده ثلاثه سنوات ومع سوء الاوضاع الامنيه في سوريا والخلاف بين حركه حماس والنظام السوري هاجر من سوريا الى تركيا ومن تركيا الى قطر ومن قطر الى اندونيسيا ومن اندونيسيا الى بيروت وانتهى به الاستقرار في الضاحيه الجنوبيه لبيروت اللبنانيه النهارده بطائره مسيره استهدفت مكتب حركه حماس في الضاحيه الجنوبيه زي ما حضراتكم شايفين في الفيديو اللي قدامنا دي الضربه اللي اوقعت صالح العروري شهيدا اليوم وهناك بعض النقاط يجب ان نذكرها سريعا بعد وقوع هذا الحادث من حيث دلالة التوقيت ودلالة المكان يعني دلالة المكان والزمان عندي ده الخبر اللي انتوا اكيد تابعتوه عبر كل وسائل الاعلام تكلم على صالح العروري وهتلاقوا التغريدات وهتلاقوا يعني كلام كتير جدا عن العروري في وسائل الاعلام المختلفة وسائل التواصل الاجتماعي ايضا لكن يجب ان ننوه على اشارتين، الاشاره الاولى توقيت اغتيال او استشهاد العروري في هذا التوقيت ارادت اسرائيل من خلاله ان هي تسوق فكره قدرتها على الوصول الى رؤوس حمساويه كبيره. اثنين ربما ارادت اسرائيل ان تسبق كل المبادرات الجاريه الان بمحاولة ضغط على متخذ قرار معين في المبادرات. ربما ايضا ارادت اسرائيل في اختيارها التوقيت لانه اسرائيل اصطادت صالح العروري ولم يكن بعيدا لانه كان موجود ومكتب حماس في جنوب لبنان معروف وصالح العروري بيروح المكتب يعني هي قررت اسرائيل ان هي تغتاله دلوقتي كانت ممكن تغتاله امبارح كانت ممكن تغتاله يوم 8 اكتوبر هي قررت اغتياله الان هو لم يكن هاربا ولم يكن يعني متخفيا هو مش ابوه عبيده ولا باقي القيادات الموجوده في الاراضي الفلسطينيه في غزه لا هو موجود في بيروت موجود في جنوب لبنان موجود في مكتب حركه حماس في الضاحيه الجنوبيه في لبنان بالتالي ان اسرائيل تختار النهاردة عشان تضربه بالتأكيد حسبت حسابات دقيقة وقررت ان هي تحصد رأس او مجموعة رؤوس حمسوية صالح العرور معاه اثنين او تلاتة او اربعة من قيادات القسام الجناح العسكري لحركة حماس فاسرائيل ارادت ان هي تصل برسالة الى الشعب الاسرائيلي ان احنا قادرين تسوق ما جرى على انه جزء من نصر تحقق، استطعنا ضرب رؤوس الارهاب للضغط على بعض متخذي القرار في اداره المبادرات الجاريه. ده على الجانب الاسرائيلي. اختيار المكان فين؟ خد بالك في جنوب لبنان، فين في جنوب لبنان؟ في الضاحيه الجنوبيه، ايه الضاحيه الجنوبيه يعني؟ هو مكانه خلاص لا، الضاحيه الجنوبيه هي رمز شرف حزب الله اللبناني. ده له رمزيه جنوب لبنان الضاحيه الجنوبيه مكتب حماس جوه عرين الاسد اللبناني حزب الله انه يتم اطلاق طياره مسيره لاصطياد احد قيادات ده مين هو؟ ده نائب رئيس حركه حماس. ده قياده كبيره جدا. يتم اصطياده بطياره مسيره داخل الضاحيه الجنوبيه بهذه الدقه في هذا التوقيت رساله مزدوجه للداخل اللبناني والحزب الله والإيران وللداخل الاسرائيلي احنا نقدر هو ده اللي عايز يوصله ده اللي عايز يوصله هو صالح العروري مش موجود زيه زي اسماعيل هنيه وزي خالد مشعل وزي موسى ابو مرزوق موجودين بره ومعروفين مكانهم موجودين مكانهم بره معروفين يعني اسرائيل ممكن بكره ماذا لو اسرائيل قررت ان هي تعمل فرح وهمي ويتحاول تدغدغ مشاعر المواطن في الاراضي المحتله هنا او هناك وتغتال خالد مشعل في قطر في الدوحه او تعمل عمليه لاغتيال اسماعيل هنيه او تعمل عمليه لاغتيال موسى ابو مرزوق ما دي قيادات موجوده في الخارج قيادات مش موجوده في الاراضي الفلسطينيه وكذلك بعض القيادات الحمسوية أو قيادات المقاومة موجودون في إسطنبول وفي أنقرة في تركيا وفي بعض موجودين في بعض الدول العربية الأخرى هل إسرائيل قررت أن هي بعملية صالح العروري أن هي بتقول فشلنا في اصطياد حامل السلاح في غزة فبدأنا في اصطياد حامل الأقلام أو المبادرات السياسية يعني فشلنا في مواجهه او اصطياد او اغتيال المقاتلين فذهبنا لاغتيال الساسه على اعتبار ان دول سياسيين حمسويين مش مش حملت سلاح في هذا التوقيت هل اسرائيل قررت الدخول في معركه جديده لاغتيالات خارج الاراضي الفلسطينيه لقاده حركه حماس او الجهاد او القاده الفلسطينيين في الخارج هل هناك خطة إسرائيلية لاصطياد أسماء ورموز فلسطينية في الخارج لمحاولة تسكين الداخل الإسرائيلي هل هذه أنا بسأل دي أسئلة محتاجة المتخصصين يشرحوا لنا لنا إيه أنا بشرح لنفسي ومع حضراتكم فكرة اغتيال صالح العروري النهاردة 2 يناير 2024 بعد مرور أكثر من ثلاث شهور على الحرب في غزه اسرائيل فشلت ان هي تقتل اي قياده حمساوي داخل غزه فشلت تقتل اي قياده فلسطينيه من المقاومه في غزه او الضفه فشلت تماما وان شايفين لو لو اغتالوا حد كانوا مالوا الدنيا زعيقا ويعني فخرا واعتزازا ان هم جيش لا يقهر فبالتالي عندما فشلوا في اصطياد القاده العسكريين حاملي السلاح في الداخل ربما كانت هناك خطة لمحاولة حفظ ماء الوجه لدى الإسرائيليين أمام, أمام الشعب الإسرائيلي وأمام القيادات وأمام الكنيسة وأمام وأمام ويبدأ في خطة أخرى باصطياد واغتيال عناصر في الخارج عناصر موجودة ومستقرة ولا تحمل السلاح سواء في قطر أو في آآ آآ تركيا او في بعض الاماكن في اوروبا او غيره بداوا بصل العروض في لبنان لكن لبنان لها رمزيه انه ضربوا في لبنان وضربوا في الضاحيه الجنوبيه وضربوا في المكان اللي هو عرين الاسد اللبناني حزب الله يبقى بيوجه رساله مزدوجه لحزب الله انه قادر ان هو يصطاد قيادات من حزب الله في نفس التوقيت بيقول الحماس أنتوا حمايتكم الوهميه من حزب الله بمعرفه حزب الله دي مش قرار صحيح بالتالي في كلام كتير ممكن نستخلصه من هذا الحادث لكن في كل الاحوال المقاومه الفلسطينيه داخل الاراضي الفلسطينيه في غزه اثبتت بما لا يدع مجالا للشك انه القوه هي الصوت الوحيد اللي ممكن يتسمع انه المقاومه هي الصوت الوحيد اللي ممكن يجيب الناس بجد على مائده مفاوضات حقية المقاومة هي اللي ممكن تبني دولة فلسطينية وليس الكلام والمفاوضات التي لا تهدف إلا إلى استمرار المفاوضات من أوسلو لغاية دلوقتي الجانب الإسرائيلي لا يفهم إلا لغة القوة لكن اصطياد العروري في لبنان أنا برضو منتظر معرفش زمايلي لو يتابعوني رد فعل حزب الله إيه هل في بيان طلع من حزب الله انا لسه ما اعرفش لغايه دلوقتي قبل ما اجي على طول من دقايق ما كانش فيه بيان طلع ف بيقول لي ثروت ان هم كانوا عاملين هيعملوا مؤتمر صحفي واتلغى مؤتمر صحفي ايه يا جماعه هو احنا هو انتوا تلاميذ يا جماعه هو الراجل صلاح العروري اصلا ازاي يروح مكتبه يعني انا برضو مندهش امنيا ازاي صلاح العروري قاعد كده بيتجول في شارع لبنان وبيروت وفي الضاحيه الجنوبيه ويطلع مكتبه وهو عارف انه مستهدف انا برضو مش قادر افهم يعني ايه القصه ايه المغزى يعني هل هل كان في تفاهمات مع اسرائيل انه القيادات اللي بره مش هقرب منها وبعدين دول خانوا العهد كعادتهم؟ ما برضه مش منطقي ان صالح العروري يروح مكتبه. مش مش منطقي ان هو يروح بيته المعروف. ده هدوا بيته في عروره في الضفه الغربيه في رام الله مرتين. فبالتالي برضه في حاجه في الموضوع مش منضبطه مش مش منطقيه. حزب الله هيعمل مؤتمر صحفي يقول لك ايه؟ نشجب وهننتقم في الوقت الذي نختاره زي ايران ما قالت في الوقت الذي نختاره، الكلام اللي انتم عارفينه اعتقد برضه امنيا غلط. في كل الاحوال ده في تقديري المتواضع منحة جديد للحرب. بيعكس بيعكس ايه؟ بيعكس فشل اسرائيلي في الداخل الفلسطيني. اهو خد بالك النتيجه بقى اللي انا يعني احاول ان الملم مفرداتها من التفكير وانا بفكر مع حضراتكم على دواء يعني مباشره انه فشلت اسرائيل في الداخل الفلسطيني فقررت الذهاب الى ابعد من ذلك في الخارج الفلسطيني واصطياد بعض العناصر التي لا تحمل السلاح زي صالح العروري. يعني يحيى السنوار موجود جوه الاراضي الفلسطينيه مش موجود في الدوحه ولا موجود في بيروت ولا موجود في انقره ولا موجود في اسطنبول. ففشلوا في الوصول للسنوار. وفشل الوصول لابو عبيده وغيره وغيره فذهبوا ابعد من ذلك لمحاوله الايحاء النفس الكاذب ان هم قادرين وهم لا قادرين ولا نيله اللي بس هو عايز يوصل ان احنا شفت وهتلاقي دلوقتي التصريحات الاسرائيليه عظيمه جدا ان احنا استطعنا وعمليه محكمه وعمليه عظيمه وعمليه نظيفه وعمليه هيتكلموا بقى خد من هنا ال10 ايام يتكلموا على اغتيال صالح العروري ده مش لاقي حاجه يعملها مش لاقي حاجه يتكلم عليها يعني هو بيكذب على معدة فارية زي ما بيقولوا بيحاول يجيب أي حاجة يعني أي حاجة يتكلم عليها فقال لك نجيب صلاة العروري هو لم يقترب من القادة الفلسطينيين المقاتلين في الداخل فذهب إلى الخارج لمحاولة الإيحاء وإيهام الشعب الإسرائيلي إنه قادر وهو ليس بقادر ده أول خبر النهارده معانا في هذا في تقرير الجيش الإسرائيلي بيسعى لتقسيم غزة لمحافظات تديرها عائلات كبيرة ده آخر حاجة وصلوا لها بقى كلموا على اليوم التالي بعد سقوط حماس ونهاية حماس واقتلاع حماس واكتثاف حماس إلى آخره يعني فهم قالوا طب إحنا دلوقتي نقدر نعمل خطة زي خطة قبل 48 نجيب مجموعة عائلات فلسطينية كبيرة العوائل بقى والشيوخ القبائل وغيره وكل كبير العائله يمسك منطقه محافظه هو المسؤول عنها يجي المساعدات هو اللي يوزعها يبقى هو اللي عارف يعني معناها يبقى هو وكيل الاحتلال من الاخر كده يعني يعني اسرائيل تبحث عن تعيين شيوخ القبائل والعوائل وكلاء للاحتلال بدلا من حركه حماس او بدلا من السلطه الفلسطينيه عموما الموضوع مش هن... مش هنخش فيه في تفاصيل كتير لكن بسرعه التقرير اللي قاله الجيش الاسرائيلي بيقول لك هو بيحاول يدور على اي حل بيقول لك هو ما هو مش عايز لا... لا قادر يسيب غزه ولا قادر يحكم غزه ولا قادر يطرد الناس ولا قادر يقتل الناس هو بس قتل اللي قتلوا 20 30 الف لكن غزه 2 مليون وشويه فهو مش قادر يعمل حاجه فقال لك اعمل ايه؟ اقسمها واجيب رؤوس مشايخ وقبائل يديروها فبسرعه عشائر غزه الابطال نرفض مخطط اسرائيل لتقسيم وادارة القطاع على طول قالوا انه الهيئة العليا للعشائر الفلسطينية في قطاع غزة ردوا على ما ورد في تقارير اسرائيلية بشأن امكانية تعزيز دورها العشائر دور العشائر للسيطرة على القطاع عاكف المصري المفوض العام للهيئه العليا للعشائر الفلسطينيه في قطاع غزه قال ان مثل هذه التصريحات المرفوضه والمشبوهه والتي تسعى من خلالها دوله الاحتلال للتغطيه على فشلها في غزه الى خلق البلبله والفتنه في المجتمع الفلسطيني يبقى اسرائيل بتقول هقسم غزه واجيب وكلاء من المشايخ يبقوا هم وكلاء الاحتلال ام الاحتلال ام المشايخ ادلهم على دماغهم وقال لهم هذا الكلام مرفوض جملة وتفصيلا. إسرائيل تقرر المثول أمام العدل الدولية دي مفاجأة، فاكرين من كام يوم كانت جنوب أفريقيا عملت شكوى أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل وقالت إن إسرائيل بتقوم بإبادة جماعية. وإحنا كنا مترقبين كان معايا ضيفي حتى في الإستوديو بنتكلم على امكانيه مثول اسرائيل من عدمه اسرائيل هتعمل ايه وفاجات اسرائيل العالم كله بموافقتها على المثول امام محكمه العدل الدوليه وقررت اسرائيل يعني ان هي تروح للمحكمه في لاهاي في هولندا للتصدي لدعوى قضائيه رفعتها ضدها جنوب افريقيا بتتهمها فيها بارتكاب جرائم اباده جماعيه في قطاع غزه صحيفة يدعوت أحرنوت الإسرائيلية قالت أن إسرائيل تعتزم في قرار غير عادي المطول أمام المحكمة والمطالبة برفض مطالب جنوب أفريقيا بإصدار أمر قضائي مؤقت ضدها الأمر الذي يتطلب التعليق الفوري لعملياتها العسكرية في غزة طبعا يعني الصحيفة يدعوت أحرنوت نقلت عن رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هينغي قوله أن إسرائيل وقعت على اتفاقية مناهضة الإبادة الجماعية منذ عقود وبالتأكيد لن تقاطع النقاش فيها ستمثل أمامها محكمة العدل الدولية وسنرد الدعوة العبثية التي تشكل ثرية دم زي ما بيقولوا ويعني قرار إسرائيل أعتقد أنه قرار مفاجئ يعني إسرائيل قالت لا إحنا نروح نرد ونقول إن إحنا بنحارب الإرهاب وحماس ارهابيه واحنا بنحارب الارهاب واحنا دوله اتعرضت لمحرقه ومات سته مليون يهودي واحنا النهارده بنتعرض لمحرقه جديده الى اخره لكنه في النهايه يعني القرار ان اسرائيل قررت الذهاب الى محكمه العدل الدوليه للرد على الاتهام الجنوب افريقي لها بالاباده الجماعيه اسماعيل هنيه رئيس المكتب السياسي لحركه حماس اللي مات النهارده نائبه صالح العروري قال لن يطلق لن نطلق سراح اي اسرى للعدو الا بشروط المقاومه الفلسطينيه وقال انه المقاومه هي سيدة المكان والزمان في غزه وفلسطين. المقاومه سيدة المكان والزمان في غزه وفلسطين وفي ضوء المبادرات بيقول اسماعيل هنيه والعروض التي وصلتنا وسط القياده قياده الحركه من الاخوه في مصر او قطر وبعد دراسه هذه الافكار بايجابيه فان الحركه قدمت لقطر ولمصر موقفها ورؤيتها الذي ترتكز فيها على الوقف الشامل للعدوان على شعبنا واغاثته والاستجابه لمطالبه المحقه والعادله يبقى بيتكلم على صفقات لان احنا متوقعين مبادره مصريه مبادره كذا في تحركات وكلمنا عنها بشكل دقيق حماس بتطلب اعلى اعلى يعني سقف لها واسرائيل بتطلب اعلى سقف لها والاطراف المعنيه بتحاول تعمل عمليه توفيق لانه الهدف الاساسي لمصر وقف اطلاق النار تخلي المساعدات لانقراض في مفاوضات الحل النهائي. اكسيوس الموقع الامريكي الاخباري قال ان حماس قدمت مقترحا جديدا لصفقه الرهائن مع اسرائيل ده بيتسق مع تصريحات اسماعيل هنيه قائد حماس السياسي وقالوا انه الاقتراح اللي حماس قدمته اسرائيل ربما ترفضه لانه بيتكلم على وقف شامل لاطلاق النار او نهائي لاطلاق النار لكن خلاصه الاخبار المتناثره اللي بتجلنا من امريكا بتجلنا من اسرائيل بتجلنا من فلسطين بتجلنا من قطر بتجلنا من اي دوله اخرى كله بيقول ان في تحرك هذا التحرك مصري لمحاوله وقف اطلاق النار صفقات لتبادل الأسرة بين الجانبين بتبدا وقف اطلاق النار لفترات قد تطول اه 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 تباعا وده بيؤدي في النهايه الى عمليه تهدئه وعمليه تبريد للوضع الملتهب ومن ثم يدي فرصه ان احنا نقعد ونشوف ايه اللي يتم خلال المرحله القادمه لانه استمرار الحرب يعني ليس في صالح الاخوه في فلسطين من حيث الضحايا من حيث الحصار الشديد اسرائيل بتضغط بشده ولا تستمع لاحد في هذا الاطار. لكن هناك من يقول بانه استمرار الحرب بيؤدي إسرائيل فليكن لو ده, لو ده بيحصل لكن انا بقول انه اسرائيل ايضا متألمه من الحرب لانه اسرائيل سحبت امبارح سبعه الويه من غزه وغيروا وزير خارجيه. معناها والنهارده بي بيغتالوا او يصطادوا صالح العروري قياده في الخارج، يعني معناها ان هم فشلوا في الداخل. كل ما تقوم به اسرائيل في تقديري المتواضع بيعكس فشلا عسكريا على الارض، ولم تنجح اسرائيل في شيء الا في ضرب البنايات وهدم البنايات والبنيه التحتيه في غزه، وايضا قتل المدنيين. يعني اسرائيل لو انت عملت كشف ارباح وخسائر هتلاقي إسرائيل لم تنجح في أي مخطط ولم تنجح في تحقيق أي هدف من أهدافها الموضوعة والمعلنة اللهم إلا قتل المدنيين الأطفال والنساء ده اللي عملته إسرائيل في غزة وهدت المباني وهدت البنية التحتية وضربت محطات الكهرباء والمستشفيات والمدارس يعني إسرائيل دولة احتلال وفقا للقانون المسؤولة عن الأرض المحتلة إسرائيل وفقا للقانون الدولي المفروض بتحارب مقاتلين زيها سابت المقاتلين مش قادر عليهم فضربت في المدنيين في النساء وفي الأطفال وصلت لأعلى نسبة ضحايا في أي معركة في هذا التوقيت في العالم كله فإسرائيل مارست كل درجات العنف ما ألقي على غزة من قنابل كما يقال ويقول الخبراء زنت أو ما يعادل قنبلتين نوويتين زي اللي وقعوا على هيروشيما وناجازاكي يعني يعني ما جرى في غزه خلال ثلاث شهور يعني يجب ان التاريخ يفتح صفحاته ويحسن خطه اللي بيكتب ويكون امين لانه التاريخ فيه كتير هيكتب على ما جرى قصص انسانيه ومآسي انسانيه ودراما وتراجيديا وكل شيء كوميديا سوداء كله موجود في غزه لكن اسرائيل في تقديري وبقول بمنتهى الامانه المهنيه اسرائيل هزمت في غزه. اسرائيل هزمت في غزه. هزمت ليه؟ لانها لم تحقق اي اهداف. هو الكلام ممكن حلو اقول انتصرت انا عظيم انا جدع انا شاطر. دايما زي ما اقول اي حد عايز يتكلم ويقيم نفسه يقول كلام بالارقام حتى يمكن تقييمه وما لا يمكن قياسه لا يمكن رقابته. ما ينفعش اقول انا طويل ولا قصير، ما تجيب متر ما ينفعش تقول انا تخين ولا رفيع هات ميزان ما ينفعش تقول انا ناجح ولا فاشل اديني درجاتك ما ينفعش تقول ان انا عملت انجاز كويس السنه دي عندك فلوس قد ايه عملت كم مقال عملت كم برنامج ما ينفعش تقول أن انا السنه دي عملت كم مصنع زي ما كنت بتكلم امبارح يا جماعه الحاجات لازم تقاس اسرائيل بتقول نجحنا عملتوا ايه يقول لك عملنا كتير عملت ايه يعني كم كم مقاتل حمساوي قتلتهم قول لي كم قائد اصطدته؟ قول لي فكيت اسر كم اسير من عندك؟ قول لي ولا حاجه كل اللي عمله خارج اطار الاهداف هد المباني ده ما كانش هدف موت الاطفال ما كانش هدف موت النساء ده ما كانش هدف يبقى بحسابات منطقيه اسرائيل لم تنجح بل فشلت بل هزمت بل وضعت حركه حماس والمقاومه الفلسطينيه انف اسرائيل في الطين ولذلك اسرائيل بتحاول تبحث عن اي شيء يحفظ مأوى جافة فذهبت الى الضاحيه الجنوبيه في بيروت لمحاوله ايهام الناس بانه فيه يعني معرفش في تصريح طلع من نتنياهو دلوقتي ولا لا بيقول لي في تصريحات يا ابني من نتنياهو من حد بيقول لك انه نتنياهو امر حكومته بمنع التعليق على اغتيال صالح العروس قال لهم ما تكلموش ليه هو اللي عايز يتكلم عايز يقول ان انا بطل يعني ده تقدير يعني وزير الدفاع الاسرائيلي يوف غالانت قال انه بدون انتصار واضح لن نستطيع العيش في الشرق الاوسط شايفين الحاله النفسيه بيقول انا يعني في الحته دي بقى عارفين زمان احنا في الحته دي لو ما خدناش حقنا احنا هناخد على قفانا فهو بيقول بدون انتصار واضح لن نستطيع العيش في الشرق الاوسط، ده وزير الدفاع الاسرائيلي وده يعني تصريح اعتقد هو بيتكلم من داخله يا جماعه احنا اتهنا كتير وضربنا على قفانا واحنا خدنا على دماغنا واحنا منشكل كلمه وفقدنا احترامنا وفقدنا كذا واحنا كنا بنضحك على الناس وبنلوم لهم احنا الفتوه بتاع المنطقه واحنا البلطجه بتاع المنطقه فاكرين الفتوه بتاع زمان؟ الفتوه بتاع زمان اتضرب وعلى قفاه قدام الناس فهو الراجل جالنت بيقول بدون انتصار واضح لن نستطيع العيش في الشرق الاوسط. معلش انا بحاول اضرب امثله واشبه لكنه يعني الموضوع الموضوع مفهوم للناس بنحاول نقرب بس بتشبيهات يعني ربما يعني لا تليق بالبحث والتحليل السياسي لكن احنا بنتكلم مش في قاعات البحث ولا الدرس احنا بنتكلم مع الجمهور اللي بيشوف وبيتابع الشاشات والسوشيال ميديا وبيشوف كل شيء. فاحنا بنتكلم بنقول انه ما جرى خلال الثلاث شهور الماضيه ادى الى انه اسرائيل تشعر بانها اهينت وهزمت ولم تستطيع ان تفعل شيء. اللي, اللي بدا كلنا كنا بنقول وانا عشان كده واخد موقف من الخبراء والمحللين والباحثين اللي يوم 7 اكتوبر 8 9 10 اكتوبر واحنا عاملين نجيب محللين يقول لك بكره حما بكره اسرائيل هتجعل غزه تراث هتجعل غزة آه يعني أثر بعد عين بكرة كله كان متوقع بقى والآلية العسكرية الإسرائيلية والسلاح الإسرائيلي والمخابرات الإسرائيلية والأسلحة الذكية والذكاء الاصطناعي كل اللي احنا بنقوله هتخلصها في ساعتين ثلاثة يعني وتبقى فيه هنا ذكريات لحماس عدى ثلاث شهور يا مؤمن وما حصلش هذا الكلام يبقى حاجة من اثنين يا الخبرة دول مش خبرة يا احنا عبطوا وبنصدقهم فبالتالي اللي يقعد يقول لك بقى ويقعد بقى يستعرض في كلام ويقف على خريطه ويعمل مش عارف ايه يا جماعه الحرب تجاوزت التفكير الكلاسيكي الحروب الحديثه تجاوزت التفكير التقليدي انا قلت يعني وانا على قد يعني في التحليل السياسي بقول يا جماعه انه نعرف حرب الجبال زي زي اليمن وافغانستان ونعرف الحرب المفتوحة في الأرض المفتوحة ونعرف حرب المدن ونعرف حرب الأحراش ونعرف حرب المياه لكن حرب الانقاض جديدة يا جماعة ده المفروض الباحثين والكتاب والمؤلفين بتوع العلوم العسكرية يحطولنا دي بقى في صفحة جديدة يفتح إيه اللي بالصفحة اكتب حروب وسط الركام حروب آآ آآ تحت الأنقاض لأنه إسرائيل ضربت غزة من فوق وبدات عايزه تتحرك هي عملت انقاض كيف تتحرك وسط الانقاض لا جي بي اس إيه هيشتغل ولا حاجه هتشتغل معنى ذلك انه ده شكل جديد ولون جديد لون حروب خليني اقول انه التطور اللي حاصل على الارض بيتطلب تطور حاصل في قاعات البحث والتحليل ايضا عموما ده مش موضوعنا يعني لكن الوضع في غزه بعد هذا الحادث اعتقد انه هيكون يعني في كثير من التفاصيل هننتظرها خلال الفتره القادمه. خليني اقول لحضراتكم عندي النهارده كذا موضوع مهم جدا. خليني ابدا بيه الحقيقه لانه موضوع يعني خطر شويه. النهارده من حوالي شهرين يمكن او اقل يعني خرج ابي احمد رئيس الوزراء الاثيوبي ويصرح وقال اثيوبيا في حاجه ماسه الى منفذ على البحر الاحمر لان احنا دوله حبيسه لا تطل على اي بحار وكانت اثيوبيا بتطل على البحر الاحمر زمان من خلال اريتريا التي كانت جزء من الاراضي الاثيوبيه اريتريا واثيوبيا كانوا دوله واحده وحصل الانقسام والانفصال واصبحت اريتريا دوله فوكان اريتريا زراع اثيوبيا تم قطعها من الوطن الام واصبحت بعدها اثيوبيا حبيسه لا تطل على بحار من وقتها الى الان لا تجد اثيوبيا منفذ على البحار الا من خلال اتفاقات مع جيبوتي مع اريتريا مع كذا لتوصيل الواردات والصادرات بريا او بالسكه الحديد وقلنا هذا الكلام كثيرا. ابي احمد قال لا احنا عايزين يبقى لنا منفذ على البحر الاحمر. وده هدف استراتيجي للدوله الاثيوبيه. انا بنقل بس معلومات. النهارده اثيوبيا وقعت اتفاقيه مع ما يسمى امبارح بالليل، مع ما يسمى ارض الصومال جمهوريه ارض الصومال. وقالوا انه اتفاق تاريخي يوفر لها منفذ بحري اهو ده الراجل ده ابي احمد مع رئيس ما يسمى بجمهوريه ارض الصومال. المذكره بتهدف للشراكه والتعاون الاقتصادي والبحري وغيره وغيره وشويه تفاصيل بعدين بتقول انه هيدوهم اداره لمينا بربره او مشاركه في مينا بربره وحوالي 40 كيلو على البحر تستخدمهم اثيوبيا في الشؤون العسكريه او الاقتصاديه، يعني من الاخر كده يعني بالبلدي ما تسمى هو انا ليه بقول ما تسمى؟ هي مش جمهوريه؟ لا، هي دوله؟ لا، امال هي ايه؟ هات لي خريطه ساره لو سمحت. خليني بس اقوم لحضراتكم كده سريعا. دي الصومال اهو، دي دي الصومال اهي. دي كده كلها الصومال. الحته اللي قدام حضراتكم دي الصومال اهي. ده طبعا آآ آآ خليج عدن اهو واليمن فوق هنا وادي جيبوتي الحته دي وهنا فوق اريتريا وادي وادي اثيوبيا خلي بس دي اثيوبيا يا جماعه <applause> على فكره يا جماعه دي بحيره تانا اللي بيجينا منها الميه بتاعتنا ودي البحيرات الكبرى اهي البحيرات الكبرى اهي هنا يا جماعه في سنه 81 سنه 91 انا اسف 91 حصلت ثوره في الصومال وتم عزل الرئيس محمد سيد بري بعد الفوضى اللي حصلت الحته اللي فوق دي سلخه دي اهي الحته اللي في الشمال دي دي شمال شمال اهي شمال غرب الصومال قالوا احنا حكم ذاتي احنا بره الدوله احنا هنقسم الحته دي تبقى دوله سموها جمهوريه ارض الصومال او صومالي لاند صومالي لاند اهي كان زمان زمان كانت الصومال متقسمه ايام الاحتلال الحته دي كده هو اسمها الصومال الايطالي والحته دي اسمها الصومال البريطاني او الانجليزي وبعد الاستقلال بعد الاستقلال بقوا دوله واحده قعدوا 30 سنه دوله واحده بيرقصهم رئيس واحد وكان اخرهم الرئيس محمد سياد بري بعد سياد بري الجماعه دول اللي كانوا الصومال البريطاني استقل وقال احنا دوله بحكم ذاتي منفصل طبعا الجماعة في مقديشيو الحكومة المركزية في مقديشيو العاصمة رفضت هذا الكلام هذه الدولة أعلنت أنها دولة من طرف واحد لم يعترف بها أحد حتى الآن زي قبرص التركية كده لم يعترف بها أحد حتى الآن ما فيش اعتراف بها خالص عندهم برلمان وعندهم رئيس وعندهم حكومة وعندهم جواز سفر لكن هم المشكلة ما حد بيعترف بيهم خالص أرض الصومال في هنا على في الحتة دي في موانئ هي دي البحر الاحمر اهو اثيوبيا عملت ايه عايزه توصل للبحر الاحمر فمش عارفه توصل هنا عشان مفيش اتفاق مع دول هي عامله اتفاق مع جيبوتي بسكه حديد وفي عندهم مشاكل مع مع ريتريا فوق فبالتالي اتفقوا هنا مع الصومال في الحته دي اهو اقرب مكان يعملوا ايه ياخدوا جزء من مينا بربره وياخدوا حته على البحر سلخه على البحر عشان يعملوا فيها انشطه عسكريه واقتصاديه ده الاتفاق اللي تم النهارده طبعا الجماعة. الحكام الصومال اللي هم مش معترفين بأرض الصومال قالوا هذا الاتفاق اللي تم بين أرض الصومال الجمهورية التي لا يعترف بها أحد وبين إثيوبيا لا غن ولا أي حجية قانونية له ووجوده والعدم سواء قالوا ده حبر على ورق وقالوا سحبوا السفير بتاعهم من إثيوبيا واستدعوا السفير وقالوا أن الكلام ده تدخل في الشؤون الداخلية غير مقبول وسرد عليه مين اللي بيقول الصومال. ما هو كل دي دوله واحده اسمها الصومال. الحته دي قالت احنا عايزين نستقل، عملوا دوله ما حدش اعترف بيهم، فاثيوبيا راحت اتفقت معاهم، الصومال قالت عيب عليكم، احنا جيران والمفروض في قانون دولي، دي ارض صوماليه المفروض تتفقوا معانا واحنا بنقول هذا الاتفاق اللي تم مع ارض الصومال اتفاق لاغي ولا قيمه له ولا حجيه وهو والعدم سواء. طيب. يبقى اثيوبيا وقعت الاتفاق النهارده وبموجبه زي ما قلت لحضراتكم هتاخد يعني تاخد مينا من المواني اللي هو مينا بربره طبعا عاصمه الدوله دي اللي هي دوله غير معترف بها اسمها هرجيسة عموما يعني العالم بتاعهم عاملين عالم ما حدش يعترف عالم شبه عالم المملكه العربيه السعوديه في لا اله الا الله محمد رسول الله ياريت يا ريت لي يا سمعت لو الناس تبقى عارفه برضو القصه ايه اهو ده العالم بتاعهم اهو ده العالم اهو في لا اله الا الله محمد رسول الله اهو ما اعرفش هم طبعا يعني ما عنديش يعني لسه ما قريتش عن المكونات العرقيه عندهم لكن اعتقد في اصابع ايرانيه هناك ما اعرفش يعني لكن عموما ميناء بربره اللي اثيوبيا وقعت النهارده اتفاق مبدئي على مع ما يسمى برضه الصومال وصول البحر الاحمر عبر ميناء بربره ميناء بربره هذا الميناء بتديره شركه مواني دبي العالمي هي اللي بتدير هذا الميناء وبتمتلك حصه كبيره فيه بالمشاركه مع الحكومه اللي اللي في ارض الصومال اللي هي صومالي لاند واثيوبيا كان لها 18% من المينا مشاركه في 18% في المينا النهارده بتاخد حصه من الميناء يعني في اتفاق كده اللي انا فهمته يعني اتفاق اثيوبي صومالي مع ارض الصومال اللي هي الدوله الغير معترف فيها مع مواني دبي لمنح اثيوبيا منفذ على البحر يا رب اكون عرفت اوضح الفكره يعني يا رب ما اعرفش زمايلي يقولوا لي اه ولا لا عموما في 1 مارس 2018 بفكر حضراتكم اصبحت اثيوبيا مساهما رئيسيا في اعقاب اتفاقيه ابرمتها مع مواني دبي العالميه وهيئه مواني صومالي لاند بموجب اتفاقيه تمتلك مواني دبي العالميه 51% من المشروع 30% لصومالي لاند بينما تبلغ حصه اثيوبيا 19% كجزء من الاتفاقيه. في يونيو 22 اعلنت حكومه ارض الصومال ان اثيوبيا فقدت حصتها ال 18% في ميناء بربره البالغه 19% بسبب عدم استيفاء الشروط المطلوبه لاتمام صفقه الملكيه. النهارده رجعوا تاني قال لك لا ده معانا واحنا حبايب. رئيس الصومال الحكومة الصومالية استدعت سفير اثيوبيا عندها بعد الاتفاق وقالوا ده كلام فارغ وده لاغي وده تدخل في الشؤون الداخلية له ما بعده وفي في نفس التوقيت النهاردة تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي من الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود رئيس الصومال مقديشيو تناول العلاقات الثنائيه بين البلدين سبل تطوير التعاون المشترك واستمرار التنسيق وتعميقه في مختلف المجالات بما يتفق الطبيعة التاريخيه للعلاقات بين البلدين طرق الاتصال الاوضاع الاقليميه حيث اكد السيد الرئيس موقف مصر الثابت بالوقوف بجانب الصومال الشقيق ودعم امنه واستقراره صرح بذلك المستشار احمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه يبقى تاني صبح ولا امبارح بالليل اثيوبيا اعلنت ان هي خدت قطعه على البحر الاحمر من الاراضي الصوماليه بالاتفاق مع جهه ليست صاحبه ولايه اللي هي اسمها جمهوريه ارض الصومال صومالي غير معترف بيها يعني من لا يملك اعطى من لا يستحق واتفقت اثيوبيا مع جهه لا قيمه قانونيه دوليه لها على ان هم ياخدوا جزء من ميناء بربره ويبقى لهم منفذ على البحر يستخدموه عسكريا واقتصاديا. الحكومة المركزية في الصومال في مقديشيو استدعت السفير رفضت قالت هذا الاتفاق لاغي مش عارفين رد فعل بقى الاثيوبي ايه ورد فعل مهند دبي ايه ورد فعل دول ايه ورئيس حسن شيخ محمود رئيس الصومال اتصل بالرئيس السيسي من شوية وكان في حوار زي مع العلاقات الثنائية وغيره احنا في مصر بقول اهو احنا مع وحدة البلدان وعدم التشرذم وعدم التقسيم ومع كذا ومع كذا ومع القانون الدولي ولسنا في احلاف مع احد. ده ملف مهم جدا كان يجب ان انا ايه اقوله لحضراتكم دلوقتي. خليني اروح الى مجموعه الازمات الدوليه طلعوا بيان امبارح بمناسبه بدايه السنه الجديده، انا امبارح جبت لكم تقرير من بيتكلم على 10 موضوعات بتخوف العالم. لو كل موضوع فيهم حصل ممكن يعمل ايه؟ سواء كان كان اعتقد صحيفه التلجراف البريطانيه. كانوا عاملين تقرير كان رائع جدا الحقيقه امبارح واستعرضته قدام حضراتكم. وانا في في اوائل السنه يعني كل التقرير اللي بتكلم على توقعات او استشراف للمستقبل او تنبؤات علميه يعني مش بخت ونجوم وكذا هقولها لحضراتكم. ايا كانت بقى حلوه ولا وحشه مش هنختار. يعني احنا بنقول الدراسات الناس بره يا جماعه مفيش حاجه اسمها بحب وبكره وانا مبسوط او زعلان، في دراسات علميه بتتقال، هو بيستشرف المستقبل ويقول يا جماعه هناك عشر نقاط لو اشتعلوا خلال الفتره اللي قادمة هتعمل مشكله في 24، ده التليجراف البريطاني. النهارده مجموعه الازمات الدوليه وانا الحقيقه كل سنه بجيب لكم مجموعه الازمات الدوليه كل مخرجاتها اللي بتهمنا. فهم طلعوا قال لك 10 صراعات يجب مراقبتها في 24. 10 صراعات يجب يجب مراقبتها في عام 24 ايه؟ انا هقول لك عناوين على فكره عشان مش عايز اصدعك اهو. ااا 10 10 صراعات اللي هو 10 كونفليكتس تو واتش ان 2024 هتشوفها في 24. رقم واحد غزه. رقم واحد ايه؟ غزه. وبيتكلموا على غزه الكلام اللي احنا قلناه من شويه. التقرير بيعرف في النهايه إنه الوضع الحالي غير مباشر. كتر خيركم. حيث يرجح استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية لأسابيع أو أشهر أو أكثر. يبقى رقم واحد غزة. اثنين الصراع في الشرق الأوسط بين ما يسمى بمحور المقاومة، الجماعات الموالية لإيران وإيران والغرب خاصة الولايات المتحدة الأمريكية، وإنه الاثنين بيتحركوا على حد السيف، إيران مع أمريكا وقد تشتعل الامور بينهما في اي لحظه ده التقرير اللي بيقول تقرير مجموعه الازمات الدوليه مش اسمه كده يا ابني مجموعه الازمات الدوليه اللي هو شغال بس بيبحث في الازمات فقط طيب الثالثه يعني عندنا غزه عندنا ايران والشرق الاوسط عندنا السودان بيتكلم التقرير على ان الحرب في السودان كارثيه والناس مش منتبهه والناس هتنتبه خلال 24 على كارثه انسانيه داخل الاراضي السودانيه وربما تتعرض السودان الى عمليه تقسيم او محاوله تقسيم اربعه اوكرانيا وقالوا انه ما يجري في اوكرانيا العالم برضه مش منتبه روسيا بتتمدد وقد قد تكون المحطه القادمه احدى دول الاتحاد السوفيتي السابق وروسيا ستلتهم هذه الدول لتعيد مجدها السوفيتي الضائع خمسة مينمار والحرب بين الانقلابيين والنظام العسكري وإثيوبيا بيتكلموا على أنه ما يجري في إثيوبيا نار تحت الرماد وأنه في مشاكل بين أمهرة وبين الأورومو وفيه مشاكل جامدة بين مع الحكومة المركزية وأنه الخلاف اللي بين التجري وبين الأمهرة على الأراضي وقوف الحكومه المركزيه دون حل لهذا الصراع هيؤدي ربما كما تقول مجموعه الازمات الدوليه تجدد وتؤجج الصراع مجددا في البلد الافريقي الكبير ايضا منطقه الساحل والانقلابات التي اطاحت برئيس النيجر محمد بازوم طبعا نسينا الكلام ده كله طبعا كلنا نسينا غزه نستنا اللي بيحصل في تشاد واللي بيحصل في النيجر واللي بيحصل في مالي واللي بيحصل في بوركينا فاسو واللي بيحصل في مجموعه النجاد واللي بيحصل في ك... نسينا طبعا كل هذا كلام والارهاب وتمدده وداعش احنا نسينا كل الكلام ده لان غزه خدت كل الاهتمام واعتقد ان احنا هنفاجئ خلال 24 بان هذه المناطق او هذه الازمات تعملقت يعني ايضا في هايتي برضو منطقة مرشحة للاشتعال في 24 وأرمينيا وأذربيجان الحرب مرشحة لأيضا الاشتعال مجددا وآخر حاجة المجموعة عملها حاطين إيديهم على قلبهم من الصراع المنتظر بين الولايات المتحدة والصين على خلفية نتائج الانتخابات في تايوان وربما تتخذ الصين قرارا باحتلال أو ضم الجزيرة مش احتلال انا اسف ضم الجزيرة على انها اراضي صينية من ثم قد يؤدي هذا الى اندلاع حرب بين امريكا وبين الولايات المتحدة الامريكية. ده كان تقرير مجموعة الازمات الدولية وانا معلش يعني في ناس امبارح بتقول لي على التقرير بتاع التليجراف بيقولوا لي انت يعني قلت بدأت السنة يوم واحد بتقرير يخوف يا عم كنت يعني شوية يعني تفاؤل يا عم هو التفاؤل انا بصنعه هو التفاؤل لو في عندنا مصنع تفاؤل يلا نعمل خطوط انتاج يلا نعمل خطوط انتاج للتفاؤل وخطوط انتاج للسعاده وخطوط انتاج للفرح وخطوط انتاج يلا ما كلنا عايزين نفرح ونتفائل يعني ده طبيعه الانسان يعني والبهجه والفرح ويلا كلنا نعمل مزيكا لكن الواقع اللي ينفصل عن الواقع يبقى خايل لنفسه انا ما ينفعش انفصل عن الواقع اللي انا قاعد فيه وعايش فيه انا عندي واقع يا جماعه لازم اغيره ما منه اللي بيروح يشرب خمور عشان ينسى بيهرب من واقعه اللي بيروح ما هو ده نفس القصه واحد بيطلع يسيب الواقع ويطلع يا رب وهو ما بيشتغلش ده بيهرب من واقعه ايضا الناس اللي بتكذب مش عايز يغير الواقع بيجيب واقع افتراضي على وسائل التواصل الاجتماعي فده بيخون نفسه تغيير الواقع محتاج ناس صادقه ومخلصه ومجرده وبتشمر عن ساعديها وبتشتغل تغيير الواقع لن يتم بالامنيات والتمنيات وان احنا نجيب ناس لنا الكف والبخت والفنجان تغيير الواقع مش محتاج الهروب عبر وسائل افتراضيه بتتكلم عن امال كاذبه وامال غير حقيقيه تغيير الواقع لن لن ياتي برفع كف الضراعه والدعوه الى الله دون عمل تغيير الواقع لن يحتاج الا الى الانغماس في الواقع في نفس التوقيت تضع وتسطر وتبني احلامك احلامك وانت قاعد في الواقع احلامك وانت مشمر في الواقع احلامك وانت بتشتغل عشان نغير الواقع اللي مش عاجبنا كلنا لازم نغيره واحنا بنشتغل مش نغيره واحنا قاعدين على المقهى او امام وسائل التواصل الاجتماعي او حتى قاعدين في المسجد بندعي ربنا من غير شغل لا كل دي مظاهر لخلل في طريقه التعاطي مع الازمات والمشاكل عندي ازمات وعندي مشاكل يا سلام لما نقول المثل اللي بقوله دايما يا بخت من بكاني وبكى عليا ولا ضحكني وضحك الناس عليا. واحد بيسخر مني يقول لي انت اعظم واحد وهو بيكذب، واحد بيقول لي انت عظيم وهو وهو كذاب، واحد بيقول لي انت انتظر هيجي لك السنه دي ربح كثير ده كذاب. انا لازم اشتغل عشان اعمل هذا الكلام. فبالتالي انا لما اجي في اول يوم في السنه واقول يا جماعه دي مجموعه مصفوفه ازمات العالم كله خايف منها ومنشوره في التليجراف والنهارده بقول مجموعه الازمات الدوليه جاي لنا 10 مخاوف بدون خدوا بالكم منهم وانا بقولهم يجي واحد ينتقدني يقول لي يا اخي اختار يا اخي تخيروا يا اخي وأنا هو هو انا هو انا متطير هو انا متشائم لا معاذ الله ده انا اكثر متفائلين ده انا امير في دوله التفاؤل وصناعه الامل ودايما مؤمن بالله ان احنا نقدر نغير ونا بس بشتغل بشتغل ب... بفرط نشاط في كل ما يوكل الي بشتغل, بشتغل بشتغل بضمير وباخلاص وبقرا وانتقد واعمل واشتغل عشان اغير لأني عندي احلام عريضه هذه الاحلام العريضه محتاجه طاقه الاحلام زي العربيه عشان تجري محتاج موتور قوي عشان موتور قوي يشتغل محتاج وقود الوقود هو الشغل نشتغل ونتحرك ونحرك محركاتنا النفسيه عشان نجري لقدام مش عايز اقول الموضوع وعظي لكن ردي فقط على من يقول لك يا عم الناس وهي مطلوب ايه اجيب كريمات يعني واحطها قدام حضراتكم واقول لكم ليس في الامكان ابدع مكان واقول ان الدنيا وردي واغني اغنيه الاستاذ سمير صبري الله يرحمه سكر حلوه الدنيا سكر واقوم ارقص ما هو يعني يعني ما هو سهل جدا ان انا اقلب الاستوديو العظيم اللي قدامي ده هو واجيب فنانين واجيب مطربين واجيب اغاني واقعد اجيب عود واقعد بقى سنة السنه الجديده واضحك الناس وغيره لا 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 ما اتخلقتش كده في الحاجات دي مطلوبه وحلوه في ناس بتعملها وعلى فكره لا لا انتقدهم يعني ده موجود انت ممكن تروح لاي محطه ثانيه تلاقي فيها الحاجات دي طول اليوم عادي جدا روح اشتغل انا بعمل اللي انا شايف انه لمصلحه البناء لمصلحه السياق بتخدم السياق العام تخدم المسيره بتاعتنا وبيتوائم هذا مع مكوني اصلا مش مكون نكد معاذ الله لا خالص مكون جد ان احنا جادين ان احنا شايفين ان احنا عايزين نغير ولكل مقام مقال هو انا هيفرق ايه معايا لما اجيب اتنين تلاتة اربعة من اللي بيعملوا بال النجوم وغيره واجيب ناس واعمل وفرفشه وضحك وشات مزيكا ما سهل جدا يا جماعه سهل جدا القصه دي لكن هل انا شاركت في تكوين مكون ثقافي ومكون فكري لدى الناس بجد يعني انا حلو جدا ان واحد يضحكني ويديني نكت واقعد اضحك واغني استفدت حاجه هرجع تاني اصلي بالواقع اتخبط في الواقع فانا مش عايز انفصل عنه ابدا انا مش عايز انفصل عن الواقع ولا جمهوري وحبايبي والناس اللي بيحترموني عن الواقع لن اكذب ابدا ولا اقول معلومه مكذوبه ابدا وانا بقول تاني اهو في ناس تقول لك يا عم خد بالك من الناس شويه يا عم انت الحكومه يا عم انا ما بشكرش في حد انا بنقل الواقع لما بروح مشروع بيفتتح بقوله لكم لما اروح افتتاح بقوله لكم. انا ما ادافع عنه دون هوادة وخط احمر الامن القومي المصري. واعداء الدولة المصرية لهم بالمرصاد ولن اتوقف. الباقي ناخد وندي فيه مع بعض، وزير ناجح وزير فاشل، خبر صح خبر غلط اسعار مرتفعة تضخم مع بعض نتكلم فيها ونروح ويجي واحنا عايشين مع بعض. في خطوط حمراء ما نتكلمش فيها، امن قومي قرارات سياسية دولية، الدولة بتتحرك فيها، جيش بلادي، مخابرات، شرطة، الحاجات دي كلها يا جماعة أمن قومي من مكونات الدولة الوطنية. اللي ضربوها برة ووقعت سبعة ثمان عواصم. والتاسعة ربنا يستر. ربنا يستر. معرفش أنا رحت في حتة بعيد بس يعني مش عارف أقول الخبر ده والله. يعني أنا أنا بيني وبين نفسي يعني حسيت إن دمي تقيل الحقيقة. بيزنس ستاندرد قالوا الاسعار العالميه للاغذيه الاساسيه تصل الى اعلى مستوياتها منذ 15 سنه والله انا غصب عني يعني انا انا كنت اتمنى ان اقول انخفاض الاسعار العالميه منذ 15 سنة. لكن التاني قدامي اهو هاتوا يا ابني عندي. في ظاهره اسمها ظاهره النينيو ظاهره النينيو دي تصحر ومناخ وجفاف بتضرب بشرق اسيا يا ثروت ماشي يا سيدي المهم ثروت بيصلح لي بيقول اسمها النينو تثير بعض المخاوف في اسيا وسوق الارز متوتره وتواجه اول اختبار من الظاهره. وذا بيزنس ستاندرد قالت اه اه ارتفعت اسعار الارز الى اعلى مستوياتها منذ 15 سنه مدفوعه بالطلب القوي والمخاوف المستمره بشان العرض. فين يا ابن اهو اهو دي ذا بيزنس ستاندرد بنتكلم على انه اه 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 اسعار الاغذيه يعني والرز كمان اساسي اهو مرتفع جدا من 15 سنه قدام حضراتكم اهو. اهو يعني يا ريت بس الناس برضو ايه عشان اهو اهو بيتكلم اهو على الاسعار الرز الرز اهو اهو الاعلى منذ 15 سنه الاعلى منذ 15 اهي قدام حضراتكم اهو وجايب ظاهره النينو دي ولا النينو دي دي ظاهره مناخيه بتاثر على الزراعه من الاخر يعني عشان ما نتوش في تفاصيل مناخ بيجي جفاف بيجي الزراعه بتقع الهند قالت مش مصدرين رز فالرز غلي في الدول كلها فهم هنا في التقرير بيقولوا انه الاسعار بقى اللي هتتاثر بالقصه دي القمح والرز طب انا بخوفكم؟ لا والله لا والله اقسم بالله ابدا انا بنقل خبر واقعي دلوقتي منشور النهارده على فكره انا مش بتخير انا منشور النهارده بقوله للناس انا ممكن ما اقولوش واعمل كده واجيب اي خبر تاني يقول لك ان حق... انا بقول الواقع للناس بره اهو ده ده ال... 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 بيزنس ستاندرد ده مجله متخصصه اهو قدام حضراتكم قايل هذا الموضوع الاسعار الاغذيه زادت زياده ما زادتهاش من 15 سنه هو انا يعني انا اسف يعني هو عالمي هو انا بحاول اشربك حاجه كده يعني بمهد مثلا لأنه انه يا عم انا ما هو عندي الاسعار غاليه اصلا انا عندي الاسعار غاليه اصلا انا يعني ما انا يعني انا مش بضحك عليك انا مش مش بش بشربك حاجه يعني غصب عنك انا بقول لك معلومه روح دور عليه العالم بره في مشكله في الاسعار السلع الغذائيه نتيجه المناخ طب هو احنا عملنا ايه قعدنا نعيط ونمسح دموعنا على لا زودنا المساحه الارض الزراعيه والرئيس بنفسه انتوا بتشوفوا الرئيس في نفسه كم مره يتكلم عن الزراعه طيب كام مره يجتمع بالمسؤولين عن الزراعه طيب كام مره يروح يفتتح مشروعات زراعيه كم مره قلنا قد اربعة مليون فدان زياده يا جماعه يعني احنا بنتكلم الكلام ده كله اللي انا بقوله متشاف يعني المتخذ القرار شايف ان في ازمه مناخ هتاثر على الزراعه مش هنقدر نجيب من بره لكل دوله تحتضن نفسها وانتاجها فبالتالي لازم اعتمد على نفسي ده اللي احنا بنقوله ده اللي احنا بنقوله إن كل دولة تعتمد على نفسها. أنا بس بنقل لحضراتكم الإيه؟ البيزنس ستاندرد الكلام اللي قالوه وإمدادات الغذاء العالمية وأسعارها معرضة للخطر في اربعة 24 نتيجة هذه الظاهرة والمحللين قالوا في الإيكونومي ميدل إيست ده مجلة ثانية إن الأسعار العالمية القمح والذرة والصويا تتجه إلى تسجيل تراجع عن عام 23. بعد سنوات من المكاسب القوية بسبب حدوث انفراجات في التكدسات عبر البحر الأسود ومخاوف من ركود عالمي على الرغم من الأسعار تظل عرضة لصدمات امدادات وتضخم الغذاء في العام الجديد ده المحل أهو أهو امدادات الغذاء في خطر خلال عام 24 يبقى احنا اتكلمنا على ظاهرة المناخ هتأثر على الانتاج وكمان سلاسل الامداد هيبقى فيها مشكلة أهو قدامكم فبالتالي احنا لازم نبقى شايفين مش مش قاعد عامل كده وعمال ابص تحت رجليا بس واتكلم على الدكتور علي مصلحي واتكلم على الدكتور مصطفى مدبولي وخلاص انا لازم اشيل دي وابص بعيد واشوف العالم في ايه ال الامدادات في العالم عامله ايه الزراعات في العالم عامله ايه انتاج العالم يعني اي حد يتكلم في اي موضوع يا ريت يعني اتكلم موضوع الرز اجيب انتاج العالم من الرز قد ايه وكان قد ايه وبقى قد ايه واستهلاك العالم من الرز قد ايه والدول اللي بتصدر والدول اللي بتستورد والمناخ عامل ايه؟ لازم اقرا يا جماعه اشوف الدنيا رايحه فين؟ الرز والقمح والصويا والزيت لان دوله مستهلكه، دوله مستورده، بالتالي الحاجه اللي اقدر ازرعها عندي ازرعها عندي عشان ما احتاجش للاخرين. وانا بتكلم بقى على الاسعار بالمره يعني أسعار ال تذكرة المترو امبارح اتكلمت عنها امبارح. النهارده الفريق كامل وزير وزير نقل قال إن احنا عايزين دي هيئة اقتصادية على فكرة يعني أهم قالوا أهم حاجة قالها النهارده الـ 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 وزير النقل الفريق كامل قال إن مترو الأنفاق هيئة اقتصادية شأنها شأن الهيئات الاقتصادية الأخرى. أخطر تصريح وأهم تصريح على لسان وزير النقل. انه هيئه المترو هيئه اقتصاديه وليست هيئه اجتماعيه هيئه اقتصاديه وليست هيئه خيريه يعني لازم تشتغل وتكسب عشان تصين وعشان تطور وعشان تدي مرتبات للناس والا المترو وخطوطه الثلاثه بمشروعاته هينهار ويبقى في خبر كان زي حاجات كتير في حياتنا اخطر تصريح واهم تصريح واحكم تصريح بقوله اهو بقوله بحيل الفريق كامل عليه انه متر الانفاق هو هيئه اقتصاديه شانها شان الهيئات الاقتصاديه الاخرى. واحد يقول يا اخي الكلام هو عادي. يا سيدي عادي ما احنا عارفين ما حدش بينفذه. كنا بنتكلم باي حاجه بتاعت الدوله اللي قطاع عام او مملوكه للدوله يبقى ده وقف خيري كده ايه يعني بتاعت بتاعتنا كلنا. فنقوم نعمل ايه؟ ما نهتمش بيها كلنا، فتقوم تحصل ايه؟ تقع، فلما تقع نقعد نشتكي، فلما نشتكي نقول لك هنطور تاني، نصرف قدها مرتين، لا. الطريق لازم يتصيد يتعملوا صيانه يعني مترو الانفاق لازم يتعملوا صيانه سكه الحديد تعملها صيانه عشان يعملوا صيانه عشان احافظ على قيمته عشان احافظ على قيمته عشان يعيش اكتر عشان يقدم خدمه كويسه علشان الناس ما تشتكيش علشان يعني امبارح قلت انه اكبر 23 محطه ب 15 جنيه قلتها امبارح 23 محطه ب 15 جنيه طبعا في ناس متضايقه بالتاكيد انا زي ما قلت امبارح اي اي حاجه بتزيد بتضايق الناس ما فيش حد بيفرح طبعا ولا انا ولا ولا حتى الوزير وهو بيرفع الاسعار متضايق والله العظيم رأي الوزير وهو بيرفع الاسعار بيبقى متضايق مش مبسوط اكيد بس ده لازم لابد انه يرفع الاسعار عشان يز... والا مترو الانفاق هيبقى بايظ والدنيا تبوظ ده تصريح قاله النهارده للفريق كامل وانا عاجبني جدا اللي هو ده هيئه كل الناس المفروض في كل هيئه عشان تقدم خدمه لازم تعمل صيانه وتعمل كذا وترفع مرتبه الناس وتعمل هكذا ده بالنسبه للمترو الانفاق لكن يعني في اخبار عن مجموعة من ارتفاعات الأسعار الحديد بقى ب 42700 الأسمنت ب 2250 والاتصالات شركة وي زودت الاتصالات من يوم 5 من 140 ل 160 حاجة كده في الباقات باقات الإنترنت يعني الحديد والأسمنت نسبة زيادتهم هل هتؤثر على القاطرة المقاولات والإنشاءات والعقارات هل النسبة الطفيفة دي هتزود ولا تقلل؟ أنا معرفش. المقولين هيقولوا لنا وهنبقى نعمل حلقة نتكلم على أثر هذه الزيادات وليه الزيادات دي هل هي ضرورة ولا نوع من الإضافة إضافة للربح وغيره. آه وزودت آه شوية معرفش طبعا جهاز تنظيم الاتصالات كل الشركات بتزود ولا لأ. لكن آه النهارده عندي خبرين خاصين بالكهرباء الحقيقة. الخبر الأول إنه الحكومة النهارده قالت تخفيف الأحمال هيبقى بالنهار بس. من 11 صباحا لخمسة مساء عشان الامتحانات والنواب طلبوا هذا الكلام ودكتور مصطفى مدبولي قاعد مع المانستر الملا وال الدكتور محمد شاكر، مهندس جابر الدسوقي، الدكتور مجدي جلال، المهندس محمود النقيب، والمهندس ياسين محمد، ورئيس القبض الغازات الطبيعية، الغازات الطبيعية. ومحمد حمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء أعلن وقال إنه الحكومة استجابت للعديد من الطلبات المقدمة من جانب النواب والمواطنين تغيير مواعيد تخفيف الاحمال عشان تبقى بالنهار مش بالليل عشان الامتحانات والحكومه وافقت على هذا الكلام ده ده الخبر اللي عندي فيما يخص الكهرباء الخبر التاني الحقيقه لقيت الصحف كلها والمواقع كلها كل المواقع تقريبا كل المواقع او مثلا مثلا المصري اليوم خد بالك كده ايه رسميا ايه يا عم ارتفاع اسعار الكهرباء في مصر بشرائح الاستهلاك الجديده ده مين ده ده المصري اليوم قاله رسميا اهو. وبقى فواتير الكهرباء وحاجات زي كده. وقالوا ان في الشرايح يعني الشريحه الاولى ب 52 قرش لغايه لغايه 50 وات والشريحه الاخيره يعني من زيرو لاكثر من 1000 اللي بيستهلك 1000 كيلو يعني اكثر من 1000 كيلو ب 165 قرش ده الخلاصه من غير تفاصيل يعني. طبعا انا فاكر الكهرباء كنا احنا وصلنا قربنا نوصل لتحرير خالص. يعني ما يبقاش مدعومه يعني يبقى بسعر تكلفه الدوله تديه للمواطن وده كان هدف استراتيجي كنا عايزين نوصل له علشان نخفف العبء بتاع الدعم اللي بيروح للكهرباء يروح لحاجات تانية الطبقات الاكثر احتياجا والحاجات اللي هموم اللي عندنا لكن نظرا لكورونا كان والحرب الروسيه الاوكرانيه والازمات والتضخم اللي حصل والناس فالرئيس طلع قرارات انا فاكر <applause> يعني وجه وزاره الكهرباء والحكومه اجلوا رفع الاسعار اجلوا رفع الاسعار انا فاكر 18 شهر اجلوها اجلوها لان كانت صعبه جدا واحنا كنا ماشيين كنا قربنا يوصل ان احنا ما في دعم لكن قدر الله ما شاء فعل اجلناه لان كان في صعوبه ورجعنا تاني تأخرنا يعني في القصه بتاعت الدعم دي انا انا من انصار تحرير الدعم الحقيقه والدعم يكون كل بنفس السلع بنفس السعر التكلفه واللي الدوله عايزه تساعده تساعده بمساعدة نقديه اي مساعده عينيه انا ضد هذا تماما والكلام ده من ايام الدكتور علي لطفي الله يرحمه من سنه 82 ولا من معرفش سنه كام انا فكره الدعم دي كارثه والرئيس اللي اتصدى لها وتصدر لها وعمل اجراءات وخدنا اجراءات في البترول المواد البتروليه البنزين والجاز وغيره وفي التموين وخدنا اجراءات في الكهرباء لكن الازمات اللي حصلت خلت الدوله تكبل يديها مش قادره تتصرف عشان الناس فقللت واجلت شويه حاجات من الكهرباء والطاقه وغيره عايزين نوصل لاسعار حره عايزين اه ده صح اقتصاديا وفي نفس الوقت الناس الطبقات ما هو أنا واحد بيقول لك يا عم انت البنزين زاد والكهرباء والجهاز زاد ما هو زاد دعمه على الناس اللي عندها عربيات طب ما في ناس بتركب ما عندهاش عربيات طب هو المفروض امنحه بقى ادي له حاجه ادي له حاجه من خلال رفع مرتبه من خلال من خلال دي منظومه اخرى بتكلم فيها يعني الخلاصه انا ادافع عن الاصلاح الجذري الذي قد يكون مؤلم فالخلاصه يعني مش ده موضوعي برضه ال... كل المواقع المصري اليوم ومصر والمواقع كلها قالت انه شرايح ونشروا الشرايح اللي انا قلتها دي جابوها منين؟ كلمنا المتحدث باسم مجلس الوزراء قال والله الموضوع لسه ما فيش ارجعوا للكهرباء فرجعنا للكهرباء قال والله الموضوع ده جهاز تنظيم مرفق الكهرباء هو اللي بيطلع المقترحات بيعمل مقترحات واهو اهو أو... ادي ادي الجهاز بتاع مرفق اللي او منزل الحاجات اهي قالوا ده بدءا من 1 1 24 ل 30 6 24 الاسعار دي بهذا الشكل قدام حضراتكم اهو دا تقدروا ترجعوا لها يعني يا جماعه هو <applause> الناس منتظره الدكتور شاكر يطلع من مؤتمر صحفي ما هو منشور وانا بقول يا دكتور شاكر مش مهم تطلع منشوره خلاص مش مهم تطلع دكتور شاكر خلاص الناس عرفت القصه هي فبالتالي نشرت الصحف والمواقع ما تم الاتفاق عليه من جهاز تنظيم الاتصالات اللي بيعرض على الحكومه والحكومه بتوافق وهو طالما نشره على موقع رسمي يبقى هو كده يعني خلاص عندي بال, بال بال, النهارده برضو خبر في خبر كويس عندي البترول قالوا الشركة المصرية تعلن بدء الإنتاج من بئر شمال صفا. البترول المصرية تعلن بدء الإنتاج من بئر شمال صفا. وبدأنا يعني بشاير أهو طلع 12,000 برميل ولا 8 6,000 برميل في اليوم هيوصلوا 12,000 برميل في اليوم خلال الخطة لحفر سبع آبار جديدة. ده الكلام ده أعلنه المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية و رئيس الوزراء النهارده قعد مع الدكتور لمصلح وزير التموين عشان يشوفوا تنفيذ قرارات ضبط الاسواق والسبع سلع الاستراتيجيه اللي احنا قلنا عليهم والدكتور لمصلح قال حاجه ملافرة نظري قال انه سيتم تشكيل لجنه عليا بالوزاره لتضم عضويتها جهاز حمايه المستهلك والاداره العامه لشرطه التموين والتجاره الداخليه والاداره المركزيه للرقابه والاداره المركزيه للتوزيع التي بدورها سيكون لها امانه فنيه خاصه بمتابعه تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء يعني رئيس مجلس الوزراء خدوا بالكم يا جماعه رئيس مجلس الوزراء عمل لجنة وهذه اللجنة العليا لها أمانة فنية لمتابعة الأسعار وزير التموين النهاردة عمل لجنة ولها أمانة فنية لمتابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء يعني رئيس مجلس الوزراء عمل أمانة فنية عشان تتابع والنهاردة وزير التموين عمل أمانة فنية لمتابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء أنا لو بقول غلط حد يقول لي أنا بقول غلط أهو معلن قدام أهو أهو هقراها بالنص يا ثروت هات لي كلام رئيس الوزراء على تشكيل امانه فنيه للسبعة السلع دول قلناها قبل كده النهارده بقى رئيس الوزراء وزير التموين كما لفت الدكتور علي المصلحي الى انه سيتم تشكيل لجنه عليا بالوزاره تضم في عضويتها جهاز حمايه المستهلك والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية والإدارة المركزية للرقابة والإدارة المركزية للتوزيع والتي بدورها سيكون لها أمانة فنية خاصة بمتابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء وقرار وزير التموين والتجارة الداخلية وكذلك تشكيل لجنة أخرى رئيسية بكل محافظة بهدف رفع تقارير دورية بموقف سير وارتضام تطبيق أحكام القرارات. لجنة فنية في الوزارة ولجنة فنية في كل محافظة ولجنة فنية في مجلس اداره مش مهم يعني لو ده لو ده السبيل لضبط الأسواق على راسي وراس اللي خلفوني لكن لو ده نوع من توزيع المسؤولية بشكل بقى وضيع المسؤولية أنا معرفش أنا أول ما أقرأ كلمة تشكيل لجنة أو عمل مؤتمر بتخض كلمة تشكل لجنة دي عندي في مكوني الطبيعي يعني كإنسان طبيعي أول ما أقرأ كده كلمة تشكيل لجنة أو تشكل لجنة اتحسس راسي اول ما اقرا تشكل لجنه لدراسه او تشكل لجنه لاداره او تشكل لجنه لرقابه او تشكل لجنه لوضع مش عارف ايه اعمل ايدي كده على طول اضع يدي على راسي فورا ليه اهو هات يا ابني اهو رئيس الوزراء ده يوم ايه يا ابني ده ده يوم ايه يا حبيبي ده يوم كام ده يا ده دي 30 ديسمبر اهو رئيس الوزراء تشكيل لجنه بكل محافظه لمتابعه تنفيذ قرار ضبط الاسعار بالاسواق تشكيل لجنه بكل ما يا ساره مش ده انت بتقول اي كلام يا ساره عايز تشكيل امانه فنيه بمجلس الوزراء لا مش ده مش ده المهم انا تشكيل اللجان اللجان والهيئات والوزارات وغيره لا يغريني كثيرا انا مش مش ضد ان تعمل لجان فعاله لكن كثره اللجان وتضارب اللجان وما اعرفش برضه انا مش عارف يمكن انا اللي غلطان والله مش عارف النهاردة مجلس النواب بيوافق على قانون الحكومة على قانون الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته يلا الدعم التشريعي للمشروع الضخم اللي احنا بنحلم بيه وعايزين يا جماعة حد يطلع يقول لنا على الهيدروجين الأخضر والمشروعات التي أنتجت فيه والمشروعات اللي دخلت عايز تنفيذ من 81 مليار قلناهم السنة اللي فاتت تعتعمل منهم قد إيه الله يخليكم ما تسيبوناش نهاتي وندم في ملطة رئيس الوزراء النهاردة بيناقش خطوات إعادة هيكلة الهيئة العامة للاستعلامات والاجتماع حضر المشير عمر مروان وزير العدل والمشير أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب وكيل أول مجلس النواب وسيد كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام والسيد حسين زين رئيس الهيئه الوطنيه للاعلام والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والاداره المهندس عبد الصادق رئيس الهيئه الوطنيه للصحافه سيد ضياء رشوان رئيس الهيئه العامه السلامات الدكتوره هدى بركه مساعد مشاور وزير الاتصالات تنميه المهارات التكنولوجية السيده سمر محفوظ رئيس قطاع موازنه التنميه البشريه بوزاره الماليه ومسؤولي الوزارات والجهات المعنيه الكلام بيتكلم على هيئه السلامات تطويرها وتمكينها من اداء دورها المهم جدا خلال هذه المرحله داخليا وخارجيا النهارده وزير القطاع الأعمال طلعوا تصريح بيقول بعد توقف 10 سنوات وزير القطاع الأعمال إحياء ثلاث مصانع تنتج الفايبر بوليستر والغزول الحريرية والأصواف اللي هو شركة مدينة كفر الدوار شركة كفر الدوار. قالوا الشركة دي كانت متوقفة عن العمل من 10 سنين. وبعدين استعرض الوزير بقى خطة إحياء الشركة وإعادة التشغيل لخطوط الانتاج اهو ده وزير قطاع الاعمال محمود عسمت عصمت وبيتكلموا على ال انا مستغرب يا جماعه طب هي ازاي الشركه وقفت على عشر سنين يعني 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 هي تم احيائها عشان خاطر المهندس محمود عصمت الدكتور محمود عصمت اكتشف ان هم شغالين بقالهم 10 سنين ولا كانوا متوقفين عشان في طب امال وزير القطاع العمال اللي فات كان بيعمل ايه واللي قبليه طيب يعني طب ما يعني ما يعني هو العنوان مثير بالنسبه لي بعد توقفه عشر سنين هل كان فيها صعوبات وزيله صعوبات ما يشرحونا يعني يقولوا لنا ايه القصه عشان نقول للناس يعني بس كفر الدوار دي قلعه صناعيه المحله قلعه صناعيه كوم حماده قلعه صناعيه قلاع لصناعه النسيج في السخنه دلوقتي قلعه صناعيه بنت سداد قلعه صناعيه خلينا نتطور ونجري قدام انا بحيي طبعا وزير القطاع الاعمال مش قصدي حاجه لكن عايزين مزيد من الشرح هو ليه كان عطلان وليه يشتغل النهارده في في بيان طلع من وزاره او خبر من وزاره الطيران المدني والفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني اشار الى الجهود الفعاله التي تقوم بها وزاره الطيران المدني من اجل زياده معدلات التشغيل واعداد الركاب من والى المطارات المصريه. والحقيقه قال شويه ارقام انا بحب الارقام جدا. قال انه المطارات المصرية حققت نمو ملحوظ في أعداد الركاب والرحلات الجوية خلال عام 23، وقد بلغ إجمالي أعداد الركاب ما يقرب من 47 مليون راكب، يبقى عدد الركاب اللي جم وركبوا من المطارات المصرية كلها 47 مليون راكب. طيب الرقم ده حلو ولا وحش؟ الوزير قال حلو، ليه يا معالي الوزير؟ قال لأن إحنا زيادة عن السنة اللي قبلها ب 28%. ده كلام كويس أهو. في حين سجلت معدلات الحركة الجوية بالمطارات المصرية لأكثر من 365 ألف رحلة جوية طب ده حلو يا معالي الوزير قال لك حلو ليه قال لك لأن احنا زدنا عن السنة اللي فاتت 23 في المية كلام معقول وبسيط جدا أنا عملت السنة دي يا جماعة 47 مليون راكب وعملت 365 ألف رحلة طيران طب ده كويس قال لك آه عدد الركاب في 28% وعدد الرحلات زادت 23% مطار القاهرة بقى لوحده اللي هو المطار الأكبر عمل 26 مليون راكب من ال 47 وعمل 198 ألف رحلة من 365 ألف رحلة يبقى أنا عندي المطارات المصرية كلها عملت 47 مليون وعملت 365 ألف رحلة مطار القاهرة واخذ النصيب الأكبر طبعا لأنه هو المطار الأكبر لكن هو في لكن آه طبعا في لكن معالي وزير الطيران الذي أحترمه كثيرا وأجله كثيرا ويعني يحدون الامل بوجوده في هذه الوزاره انه يعمل حاجه طفره قفزه زي الرئيس دايما ما بيستخدم كلمه قفزات مش هنقدر نمشي كده حلو اللي اتعمل ان السنه 23 عملنا 47 مليون راكب وعملنا 365 الف رحله عظيم جدا مقرب السنة اللي قبلها اللي كنا واقعين ده الكلام اللي انا بس يا معالي الوزير انا عايز المطار القاهره الدولي يخش يبقى من المطارات المهمة يعني انسى مصر للطيران دلوقتي انا ها او انا نسيت مصر للطيران دلوقتي لان عندهم هيكلة وشغل ومش هتكلم على الشركة الوطنية دلوقتي لان ممكن اكون مش فاهم الابعاد. لكن خليني اتكلم على حاجة كده بسيطة جدا مطار القاهرة فين من المطارات العالمية؟ مطار القاهرة الدولي فين من المطارات العالمية؟ يا عم انا ما ينفعش اقيس المطار القاهرة الدولي بالمطارات العالميه في هيثرو وفي باريس وفي شارل دي جول وفي انقره وفي اسطنبول طيب خلينا في افريقيا مطار القاهرة الدولي فين في قارة افريقيا انا عندي تقرير طلع من بيزنس اه اه انسايدر وسكاي اه 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 تراكس بيقول انه عشر مطارات عشر مطارات هي الاكبر ال ال في القارة الافريقية منهم ما تجيب لي الليستة يا ابني كده عشان نشوفها أربع مطارات في جنوب أفريقيا. أربع مطارات فين يا ابني؟ أهي. أربع مطارات ده جنوب أفريقيا أهو كيب تاون. أدي جنوب أفريقيا برضه أهو. خلاص؟ وأدي جوهانسبرج جوهانسبرج أهو رقم ثلاثة ثلاث مطارات. يبقى أول ثلاث مطارات في أفريقيا جنوب أفريقيا أهو. وبعدين كازابلانكا في المغرب مش كده يا ابني؟ وبعدين موريشيوس وبعدين موراكو مراكش المغرب اهو وبعدين اديس ابابا رقم سبعه وبعدين كيجالي في في رواندا ثمانيه ونيروبي رقم تسعه ودي في جنوب افريقيا مطار في جنوب افريقيا. يعني جنوب افريقيا عندها اربع مطارات في العشر الاوائل والمغرب عندها مطارين وموريشيوس ونيروبي وكيجالي. كنت أتمنى أن تكون أن يكون مطار القاهرة من العشرة الأوائل إن كان هذا التقرير له يعني احترامه العلمي والمجلة لها احترامها العلمي لكنه منشور لو مطار القاهرة يخش معاهم نسألهم لو مطار القاهرة ما يخش معاهم نحاول ندخله معاهم من خلال خطة أنا واثق فيه فريق محمد عباس حلمي فريق محمد عباس حلمي تاريخ يا جماعة في القوات الجوية المصرية قائد القوات الجوية المصرية ورجل إداري يعني محترم جدا وراسين جدا اعتقد ان احنا محتاجين في هذا القطاع دفعه واعتقد تاني وانا بقول لي مع الوزير وبقول لكل الوزراء استغلوا استغلوا ان انتوا بتشتغلوا مع رجل اسمه عبد الفتاح السيسي والله ليست مجامله والله ليست مجامله ولا يعني نوع من دغدغه مشاعر حق اقسم بالله انه هذا الرجل اللي بيشتغل معاه محظوظ اللي عايز يشتغل عمل تنفيذي او يعني يكون عنده منصب تنفيذي واشتغل في فتره وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي ده حظه حلو اللي مش هينجح ويحقق نجاحات باهره في إيه عهد هذا الرجل لن يحقق في حياته لانه الفرصه والبيئه والظروف مواتيه 100% للنجاح انا يا جماعه انا 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 نشات الديه المواطن المصري البسيط اشعر بغيره على ان مطار القاهره ليس في العشرة الأوائل في أفريقيا وأنا برضو المواطن البسيط نشأت الديهي الذي يحب تراب بلده ويعشق يعني أشعر بغيرة أنه شركة مصر الطيران شركة الوطنية مش من أفضل الشركات في العالم أعلم جيدا ولا أدغدغ مشاعر أحد ولا أداعب خيال الجماهير ولا أبحث عن إعجابات أقول صادقا أشعر بغيرة على كل مؤسسات بلدي، وأشعر بفخر عندما أجد مؤسسة أو جهة أو شركة أو مواطن أو شخص أو مسؤول يشار إليه بالبنان عالميا، أشعر وكأن هذا الفخر وهذا التقدير لي شخصيا. أنا أشعر بغيرة إنه ما عنديش مينا وأنا قلت هذا الكلام للفريق كامل، عايز مينا من مواني مصر تكون من افضل عشر مواني في العالم عايز مطار من مصر يكون افضل مطار في من افضل عشر مطارات في العالم ده انا بحلم ان الاقتصاد المصري يكون من اهم عشرين اقتصاد في العالم يا جماعة احنا نقدر بس نقدر بالشغل مش نقدر بالتمنيات نقدر بالعمل مش نقدر بالاحلام انا بقول انه عام 24 مع بداية مرحلة جديدة في حكم مصر برئاسة الرجل المخلص هدية السماء لمصر الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال هذه الفترة علينا نستغل في ست سنين اللي جايين عشان نوصل لعشرين ثلاثين ننهي مشروعنا الوطني مشروعنا الوطني اللي يخلي مصر في حتة تاني هتكون في حتة تاني ازاي وإحنا قاعدين بنبص على سفاسف الأمور ونبص على المنمنمات ونبص على التفاصيل خلينا نحلم ونكبر أحلامنا منطلقين من أرض الواقع عايز أكبر مينا في افريقيا يكون في مصر أكبر مطار في افريقيا يكون في مصر زي أحدث عاصمة في افريقيا في مصر وأكبر عاصمة في افريقيا في مصر دلوقتي وأكبر عندي, أنا عندي حاجات كتير جدا اقدر اقولها المترو والمونوريل والقطار السريع والعاصمه الجديده والعالمين الجديده وعندي الانفاق بتاع قناه السويس وعندي مشروع ازدواج قناه السويس وعندي اكبر مصنع كذا وعندي اكبر سمك سمكيه كذا وعندي اكبر مشروع بتاع الطاقه الشمسيه في بنبان وعندي عندي حاجات كتير جدا هي الاكبر والاحدث انا عندي اكبر محطه معالجه صرف مياه زراعه في العالم عندي عندي حاجات كتير افخر بها عندي حاجات لابد ان احط الحاجات دي قدامي اقول من حقق أكبر محطة لمعالجة المياه في العالم بحر البقر والدلتا الجديدة من حقق أكبر مشروع لربط قارتين ببعض الأنفاق في وقت قياسي من شيد أضخم وأحدث وأذكى عاصمة في العالم من شيد ومهد أكثر من 15 ألف كيلو طرق في وقت قياسي من ساهم في زيادة نسبة المعمور من 6% ل 14% لقادر على أن يلبي هذه الطموحات والأحلام إن احنا يكون عندنا أكبر وأكبر 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 في مجالات كثيرة صناعية وبحثية. إمبارح كنت بقول لحضراتكم متى نحقق الاكتفاء الذاتي التكنولوجي؟ متى نحقق الاكتفاء الذاتي من صناعات محددة؟ متى نحقق كذا الادويه الى اخره انا لسه الاسبوع اللي فات قطاع الدواء صدر بمليار دولار بم... لاول مره في تاريخه بسال ضمير الناس اللي بتشوفني وبسال ضمير المسؤولين مين هم المسؤولين والله ما اعرف الا يستحق هذا تكريم الا يستحق قطاع الدواء تكريم يعني القطاع صدر بمليار دولار كاش القطاع ده يا جماعة المفروض ياخد جايزة انا معرفش هو احنا بندي جايزة النيل لمين او جايزة انا معرفش يعني موضوع الجوايز دي مين يعملها اصلا بس بقول المفروض يبقى عندي جايزة جايزة الانجاز لان احنا دولة عايزين نبني نفسنا من جديد فانا مش محتاج جايزة بس للشعر والموسيقى والادب والمسلسلات والبس بس لا معت. ده اساسي كله لكن عايز جايزة للتصدير افضل من صدره وافضل من صنعها وافضل من شيدها يا جماعه عايزين نكرم الناس دي، عايزين نحتفي بيها، عايزين نحترم الناس دي عشان الاخرين يعملوا زيهم. قطاع الادويه اكيد اكيد في حد انا والله ما اعرف، انا برضو جاهل مني ما اعرفش مين راس الاونر بتاع الموضوع اللي اقول له متشكرين، بس انا بقول قطاع الادويه كله متشكرين يا قطاع الادويه. يا اللي شرفتونا وصدرتم ادويه بصناعه مصريه بمليار دولار. زي ما قلت السنه اللي فاتت معرفش السنه دي صدروا قد ايه مجموعه عز المهندس احمد عز تاني صدروا السنه اللي فاتت بمليار دولار معرفش السنه دي قد ايه يا ريت حد يقول لنا بنقول لهم متشكرين شركه واحده بس مجموعه واحده بس عقل واحد بس بيفكر صدر بمليار دولار حديد يا جماعة يا جماعة أنا عندي قطاع الأسمدة مين صدروا كام؟ قطاع الزراعة صدروا كام؟ أنا عايز أعرف عايزين عايزين ندي جايزة المصدر الاول وسياده الرئيس يعني سياده الرئيس والله اي اي حجم الحاجات دي لا يتاخر عايزين نخصص وسام الجمهوريه للمصدر الاول في مصر وسام الجمهوريه للمصنع الاكبر في مصر اللي ده اضاف وصنع وعمل شغل في عندنا ناس وفي شباب مش بيلبسوا كرافطات في فيه شباب يا جماعه شغالين انا اعرف ناس شغالين عاملين صناعات عظيمه جدا بيصنعوا وبيشتغلوا وبيعرقوا وهو يعني انا انا كنت ارى ان واحد زي الحاج محمود عربي الله يرحمه ما انا اذكره بعد ما مات ولاده موجودين ربنا يديهم الصحه دي مجموعه عظيمه جدا 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 صنعوا ايه وعملوا ايه خلينا خلينا نحترم خلينا نعمل جايزه للصناعه جايزه مين ياخد جايزه الصناعه في مصر دلوقتي جايزه التصدير دلوقتي جايزه الاستثمار دلوقتي جايزه الزراعه دلوقتي جايزه الاختراع انا عندي اختراعات كتير جدا هل الاختراعات دي بتروح في المكتب وتتسجل وخلصنا ولا بحولها عايز الاختراع الذي تحول الصناعة والصناعة التي يعني ساعدت البحث العلمي عايزين ندي جوائز احنا عايزين جوائز في, هذا الاطار ممكن اكون معرفش ان يكون فيه وانا معرفش بس ما احنا بنقول اهو انا السنة اللي فاتت قلت يا جماعة عايزين ندي ونقول متشكرين الراجل اللي, اللي, عمل الانفاق المهندس اللي, اللي, اللي رسم وصمم الانفاق تحت خانة السويس عايزين نحتفي بيه عايزين نجيب ونقول له متشكرين عايزين الشباب الصغيرين يتعلموا منه الراجل اللي صمم بتاع العاصمه الجديده العاصمه نجيبه ونقول له طبعا انا بشكر الدكتور مصطفى مدبولي والدكتور عاصم الجزار واللي قبلهم واللي بعدهم بشكر الدنيا كلها لكن الشخص نفسه العقل اللي قاعد يرسم بالليل وعمل لي برج القاهره انا بضرب مثلاً يعني عايزين نعرفه احنا في الاعلام ما هو في برنامج اسمه مصر تستطيع بيجيب الحاجات اللي زي دي وبيركز بيعمل فوكس عليها إحنا عايزين إحنا أنا بتكلم أهو بشكل واضح أنا النهارده بقى عندي حالة شغف شديد أعرف المصدر رقم واحد في مصر والجهة أكبر شركة صدرت في مصر وأكبر قطاع أكبر وزارة صدرت في مصر طيب أكبر جهة أو وزارة ساهمت في الناتج المحلي الإجمالي قد إيه؟ عايزين يا جماعة نهت... لأنه لو إحنا ركزنا في الإعلام على الحاجات دي هنهتم بيها هتنشط امو أنا تعبتكم وتعبت كمان خلينا نطلع فاصل ثم نعود اهلا بحضراتكم من جديد والنهارده الثلاثاء كما وعدناكم الثلاثاء الماضي انه تكون هناك حلقه اخرى مع الاستاذ حسام الغمري العائد من بلاد بره وافكار بره وعلى مدار ثلاثه حلقات كنا نتحاور نتناقش ربما نحتد في صوره اسئله واستفسارات ومحاولة للغوص في أعماق أعماق هذا الرجل وأيضا محاولة إضاءة بعض المناطق المعتمة في داخله والتي لم نكن نراها حاولت هذا على مدار حلقات ثلاثة ماضية وفي الحلقة الأخيرة تبين لي أن هناك بعض الموضوعات تحتاج إلى وقت إضافي طلبت وافق هو معي الآن أهلا بك أهلا بك يا أستاذ نشأت وبشكر حضرتك على الاستضافه خليني ادخل في الموضوع على طول يعني لماذا يكره الاخوان الهجوم على حسن البنا؟ لان انت بدات والكراهيه بدات والسهام بدات يعني توجه اليك بعد حديثك اللي انا نقلته بالمناسبه وانت موجود بره <applause> نقلته ويشهد الله <applause> يعني امام الناس كلها بقول انا دي شهاده حق بقولها رغم التباين الواضح بيني وبينك على مدار الحلقات الثلاثه الماضيه و في ناس كتير بتتكلم شفت انا ردود الافعال الاخوان والقيادات على على اللقاءات اللي بتتم والناس بتتكلم انه ده انا اقسم بالله العظيم ثلاثه لا آه لم يكن لي اي سبب اتصال بك ولا معرفه بك كنت اهاجمك على الهواء مباشره وجبت هذا هذه الـ 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 الفيديوهات وايضا لما لم اكن يدور بخلدي في يوم من الايام وكل ما يدور امام الناس هو من وحي اللحظه وليس بتخطيط او ترتيب ويعلم الله على ذلك. اعتقد الناس عارفاني الناس بتحس والناس بتحس الحاجه الطبيعية انا بس الطبيعية. ده, ده هذا طبعا كل الناس اللي بتشوفنا الناس المحترمه العاديه عارفين هذا الكلام لكن طبعًا. هؤلاء الذين يعني يقولون ما يق ما قالوا يعني لهم من الله ما يستحق تفضل الكلمه مع حضرتك. هو الفكره كلها ان هم طبيعه التنظيم بيريدوا ان يكسب شخصية حسن البنا هالة من القداسة هو وسيد قطب لأن دول عمودين الخيمة لهذا التنظيم اللي على اسمهم يتم استقطاب النشأ تمام على اسمهم يتم آآ آآ جلب التمويل لأن هي الحقيقة سبوبة كبيرة جدا 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 موضوع الإخوان والتمويل منذ نشأة التنظيم هما وجهين لعمله واحده يعني يوم ما يبقى فيش تمويل ما فيش حاجه اسمها اخوان البنا كمان جماعه الاخوان قايمه على مجموعه من الاساطير انا هحكي لحضرتك قصه بتكلم مع احدى قيادات الاخوان ازاي الناس دي متبرمجه مهما وصلت للسن للدرجات العلميه آآ آآ متبرمجه على اشياء تم تلقينها في الاسر والشعب والمعسكرات منذ الطفوله مجرد ما بتلفت نظرهم للحقائق دي بينزعج ويترب لو نظام انا ما فكرتش في كده ازاي يقول لك ايه بيرددوها زي البغبغانات ده سيد قطب ما كانش اخوان بس كان في امريكا سنتين ولما لقى الامريكان بيحتفلوا في الشوارع ويقرعوا قيوس الخمر بعد اعلان حسن البنا وفاه حسن البنا هو عرف ان تنظيم الاخوان ده مهم فرجع مصر قرر ينضم للاخوان فانا قلت للقيادي الاخواني ده ماشي دي اسطوره انتوا بتروجوها وجوها بغض النظر عن اسمها بغض النظر عن الاسماء عايزين من الناس قلت له طيب المواطن الامريكي معلوماته من الاعلام فأنت عايز تقول لي إن أمريكا اللي خرجت سنة 47 واربعين منتصرة أول امبارح في الحرب العالمية الثانية وفازت على هتلر الـ الـ النازي. وفجرت قنبلة ذرية ولسه ما تحسش تفجرش قنبلة ذرية. نزلوا في الشوارع احتفالا بوفاة الخطر الأعظم حسن البنا. ماشي هصدقك بس هات لي صحيفه امريكيه واحده نشرت للمواطن الامريكي خبر وفاه حسن البنا الراجل اتخضم اتصدم وقال لي اه يعني في شويه حاجات كده بتتروج فهو بنى الاسطوره والبكايه زي ما كده ما طلع محمود حسين على مكملين مره اول محمد ناصر جاب له حسن البنا يعيط على الهوا وكان فيك وارتفيشال ده بيعيط للي هم بيسموه صف القواعد حوالين اسم مش حوالين بقى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه حوالين شخصيه حسن البنا المفروض انت تستحمل ان انت اي حاجه تتبرر ليك اي غلط وتدفع ثمنه من عمرك عشان كده انا عارف ومصدق ان هدف حضرتك انقاذ شباب الوطن العربي ومصر من هذا المصير هذه الجماعه الملعونه فازاي في واحد يجي لهم يقول لهم في النقطه حسن البنا برجماتي وتاريخه غير مشرف في النقطه دي كان آه المتحدث باسم الاخوان في اوروبا كان اسمه ايه؟ راجل كبير اللي مات. أه لا صلاح فهمي كان لا لا, طلعت فهمي كان في تركيا لا كان في حد في لندن ايوه اللي احنا قلنا اسمه الحلقه المرة اللي, الفاتت. فاتت اه, آه محدش معايا من الاخوان آه آه آه. المهم هلباوي آه كمال هلباوي هلباوي آه. آه. كان ضيفي مره و... وسالته بشكل واضح جدا قلت له ليه الشباب و... ومعظم القيادات بيسمعوا الكلام زي ما حضرتك قلت دون تفكير فقال لي حقيقة الجماعة وحقيقة الأهداف والتعامل مع السفارات الأجنبية والتعامل مع الكلام ده ده وصل بيه الله يرحمه وأنا قلت هذا الكلام وعايش إنه قال لي كان العلاقة بين إخوانه والحركة السنية الدولية قالها لي صح قال, لي قال, صح لي, قال صح لي قال لي, وكان نجم الدين أربكان اللي هو بتاع حزب الفضيلة ولا حزب السعادة التركي رفاية رفاية مع حزب مهدي عاكف بحضور الهلباوي وكان في عتاب من بتاع تركيا اللي بتاع الاخوان انتوا ازاي اتعاملتوا مع الحركه الصهيونيه من غير ما ترجعوا ده ده الهلباوي قال لي هذا الكلام يشهد الله قاله لي انا فقال لي انه, انه القواعد والشباب والناس حتى في مجلس شورى الاخوان والمكتب الارشاد مش كلهم يعرفوا الفوله الفوله فوق يعرفها قليل من الناس من اول نشاه التنظيم حاخامات بتمول حسن البنا خمسين واحد وخمسين زي ما نشر علي الهشماوي تجار يهود علي ال... العشماوي علي العشماوي يعني تجار يهود قبل ما يغادروا مصر بيمولوا الاخوان طب بيمولوهم ليه؟ فازاي بقى واحد يطلع يقول لهم يا جماعه سياسيا من الارشيف البريطاني من الكتب من المصادر من كتاب سياده المستشار ده قاضي طارق البشري ان هذا رجل برجماتي وهذا يتنافى مع ما تدعونه ان انتم تنظيم مرجعيته اسلاميه ده حسن البنا مارس البرجماتيه السياسيه بحدها الاعلى لا اخلاقي ولو سمحت لي حضرتك اضرب لك امثله اتفضل لما الملك فؤاد تاريخه معروف وعلاقته بالاستعمار البريطاني معروف يقيل الحزب الممثل للشعب تمام وينزل المصري زي ما حضرتك قلت المصري الطبيعي المصري العادي يقول لك الشعب مع الوفد طبعا اهو راي شعبي الشعب مع الوفد طبع. الوفد هنا يعني الحركه الوطنيه مش بتكلم على حزب انا بتكلم على عموم المصريين على عاش الهلال مع الصليب على من السياسي الاقطاعي الباشا العامل الفلاح اللي بيدي صوته ينزل حسن البنا مظاهره يقول لك الله مع الملك الله مع الملك الاخوان مش بينسبوا نفسهم لل... لل... للاسلام بس ده وصل لمرحله انه بدا ي... ي... يدعي أنه هو اعلم صفر العظيم رب بالاراده القدريه من اول حسن البنا ينزلهم يهتفوا الله مع الملك ده انت اله بقى وعارف لغايه امبارح واحد كاتب لي على تويتر تبوأ مقعدك من النار واحد اخواني كاتب لي تعليق اصدر قال لي كده تبوأ مقعدك من النار قلت له يا حبيبي هذا ليس لك هم مش واخدين بالهم لكن بالنسبه لحسن البنا اللي كان بياخد تمويل من القصر وكان الوسيط علي ماهر باشا ده تاريخ وثائق بريطانيه ارشيف بريطاني تمام الهدف ايه الهدف ان الحلقه اللي فاتت في جمله كتاب انا جبته لحضرتك عن السياسه الامريكيه اعتبر يعني المصريين اعتبر الاجانب الغرب البريطانيا ثم الامريكان ان حبنا لبلدنا ده قوميه مصريه او وطنيه مصريه متطرفه او متعصبه وصفوها مرتين كده في الو... مره متعصبه متوسطه فكان لازم يطلع من المصريين جماعه تقول طز في مصر ولو بعد كذا سنه اه هي دي السياسه هم شافوا زي ما أثبتوا بدلها لها جذور ارشفهم قال لك المصريين بيحبوا بلدهم قوي المصريه عند المصريين زياده قوي لازم اخد من المصريين جماعه توصل لمرحله طز في مصر دي سياسه الغرب فكان لازم ولد عنده 22 سنه ياخدوه اسماعيليه بالذات وشوف المفارقه لما انا من البحيره واتعين في اسماعيليه ان اول نقل انتقال والانتقال الوحيد للقاهره وما يتنقلش تاني بره القاهرة غير مرة يعني كان هيروح بقى لما بدأ يحصل خناقات مع الوفد والنظام يجيله نقل للصعيد ويتلغي لكن ينتقل مثلا مش من اسماعيليه للزقازيق يقرب خلاص الجنين الاخواني نشأ في اسماعيليه في الحاضنه اللي اتكلمنا عليها يجيله نقل تاني مره للقاهره. فكان بياخد من القصر تمويل كما اثبت الارشيف البريطاني فانت راجل القصر حلو قوي. ولما مات الملك فؤاد رثاء حسن البنا اللي بيتهموا الاخر بالتطبيل التطبيل التطبيل انا احكي لك بقى على تطبيل حسن البنا ما اعرفش بيقولوا عليه شهيد ليه ده ميت في دم النقراشي طب ما تيجي قبل ما نروح لحسن البنا ونقراشي والتاريخ خلي التاريخ بقى يعني شويه ارحله بس شويه عشان في حاجات في الحضر بت بتضغط عليا بتضغط على, على اعصابي بتجنب اه الحقيقه محمود فتحي رئيس حزب الفضيله سابقا اتهمك بكتابه مقال طالب فيه شباب الاخوان أن ينتهجوا نهج داعش، أنت قلت كده. هو قال إن أنت قلت كده. والله أنا لما قريت ده يا أستاذ نشأت أنا زعلت بصراحة. محمود فتحي منه ولا مني ولا من نفسك؟ لا هقول لك زعلت ليه؟ من مين؟ زعلت على محمود فتحي مش ليه عليك بقى؟ أوه. أنا وكنت أفترض إن محمود فتحي بيكتب كويس الحقيقة. في حاجة اسمها تحليل مضمون تحليل محتوى وحضرتك إعلامي كبير وعارف. فمحمود فتحي جاب لك إيه؟ حته داعش على حته ازمه الشرق وخناقه مع ايمن نور على حته اللي هو عارف قص ولزق بين كل يقولون كان ناقص يقول لك انه ساحر لا انه شاعر انه مجنون المهم حسام وحش وخلاص. اه محمود فتحي لما قريت مقال انه بيقول لك ان انا كتبت مقال بدعم اه قدامنا هو المقال اه اني كتبت مقال بدعم داعش في واحد كتب له في تعليق قال له فين المقال ده يا استاذ محمود؟ قال له ما انت مش هتثق فيا؟ اه فقال له قال له نرجع كذا كذا يعني شوف سهوله القاء الاتهام يعني انت قلت كده؟ لا طبعا انا بسالك يا... والله على فكره سناشة. انا بسالك بجد بشكل مباشر يا استاذ يعني انا على فكره انا لو انا مشيت ورا كلامهم وقلت انه <applause> فين بقى ده بيقولوا لك يبقى انا راجل ضحل جدا لانه هم عملوا معايا انا شخصيا عشرات ال... الحاجات <applause> ده ده الفيك شوف انا فاهم أنا, انا بسالك شوف. انت قدامي دلوقتي في مصر هل قلت هذا لا هل طبعا هل كتبت هذا لا طبعا غيره. لا لا طبعا لا بس اقول لك لا في حاجه يعني غير غيره انا بندهش ازاي انا راجل اعلامي عندي خطاب اعلامي على مدار تسع سنين معلن علني سواء في سينما الشرق او في البعد الرابع او في رؤيا او كضيف من روسيا اليوم للجزيره لكل قنوات الكتيره اللي بره فانت بتدعي على شخص اعلامي اراءه معلنه على مدار تسع سنين انه بالسهوله كده يعني انا حماس الكشافه لكن تحليلي عشان اقول لحضرتك الموضوع ان محمود لما يكتب بهذا المستوى اللي هو قص ولزق اللي هو في الاخر هاجم ايمن أي نور على فكره المقصود بمقال محمود فتحي دكتور ايمن نور مش انا بالمناسبه يعني كل اللت والعجن ده المقصود منه ايمن نور وانت ليه مش بتهاجم مش انا اه ده في ناس عماله تقول انتوا مش بتهاجموا لي ايه ده كذا يعني حاجات بس بكي. اقول لحضرتك فمحمود عشان يكتب بهذا المستوى الحقيقه الركيك اللي هو في الاخر هدفه حسام وحش وخلاص يعني انا تسع سنين وسطيهم لا قال لك عنده فساد مالي لعنده فساد اخلاقي لعنده ظلم لحد فكل اللي لاقيني حرام يقولوه في, في ينسب ليا مقاله اتحدى انه يطلعها وانا خطابي معلن المهم ده بيحصل لما يكون انسان مطلوب منه يكتب وانا بقى هقول لي محمود حضرتك بتحب المعلومات انا علاقتي توطدت بمحمود فتحي اللي هو قال لك اتناقشت معاه في المقاله دي ومش عارف ايه وبتاع علاقتي توطدت بمحمود فتحي لما اتصل يعني هو الـ الـ القصه اللي بيحكيها مختلقه 100% طبعا لا قعد معاك ولا ناقشه ولا لك داعش ولا انت ده طبعا ما حصلش ما حصلش لكن اللي حصل ان حصل تقارب بيني وبين محمود فتحي فتره هحكي لك قصتها بقى اتفضل اتصل بيه محمود فتحي كنت رئيس تحرير قناة الشرق الأوسط قال لي أنا صاحب فكرة اطمن أنت مش لوحدك وكنت أعتقد إن معتز مطر هياخد تسعين في المية من التورتة وأنا كنت راضي إنه يسيب لي عشرة في المية فوجئت يا حسام إن معتز مطر خد مية في المية يستضيفني ومنع أي مذيع أو أي برنامج تاني يستضيفني في قناة الشرق عشان اطمن ان انت مش لوحدك اللي هي فكرتي تنسب لي يعني كان بيكلمني بيشتكي لي من معتز اللي هو كان ظنه انه ياخد 90% من الشو بتعبير محمود من الحاله وكان راضي بال 10% يعني معتز يبقى البطل والزعيم الاوحد وهو محمود بيقول لي انا كنت راضي بال 10% فوجئت ان اه معتز طمع في المية في المية ولا غني خالص ده حتى بقاش حد يستضيفني في قناة الشرق في فترة الطمن انت مش لوحدك دي ويبدو انها توجيهات معتز صعب عليا واستضفته في حلقة في برنامج رؤية على الشرق الاوسط بهاجم فيها الطيار الاسلامي بدراوة وهو ضيفي وهو بيد انا مش مهم بحكس بطار الإسلامي مش سباق الكلام ده لكن هاجمت الطيار وهو قاعد على الهوا بدراوة ودكتور ايمن نور بعت له رساله وبعت لي هنانا بالحلقه اللي انا هاجمت فيها طياره بضراوه على الهوا ويقول لي داعش طيب بمناسبة تطمن انت مش لوحدك فيديوهات التطبيل دي هو محمود بيقول لك انا صاحب مش عارف طيار ايه عامل طيار ايه كده والله ما فاكر اسمه وال... ده انا حتى قلت له على الهوا انت بتقال ده احمد عيد في العالم ومش عارف ايه و... جبت له الفيلم بتاع احمد عيد لانه عايز العالم ومش عارف ايه وبتاع فالفيديوهات دي باعتراف محمود ليا اللي كانت بتطلع الهوا في معتز هو عنده 20 واحد في مصر كانوا بيعملوا الفيديوهات دي مسجله ويبعتوها تتزعل على انها هوا على ان الناس بتستجيب على الهوا لمحمود فتحي. ده كلام محمود فتحي ليا انا كنت ساعتها رئيس تحرير قناه تانية اه تابعه لنفس المؤسسه بس فانا قربت منك تعاطفا معاك يا محمود فتحي من معتز مطر اللي خد فكرتك حسب كلامك وانت كنت راضي بيها في في حلقه كانت كلها جم على الطيار الاسلامي ونقد للتيار الاسلامي فحس تطلعني في الاخر داعش فكتابه محمود فتحي رقيقه جدا ومن طلب منه انه يكتب دي مين اللي طلب منه؟ تقديرك يعني اللي ظلمه يعني من عجائب القدر ان يقول لك ان انا اتخانقت منور من نور ورجعت اشتغلت معاه تاني وده حصل اه الشان الانساني بنختلف وممكن نلتقي في, في نقطه اختلفت اختلاف كبير مع دكتور ايمن النور ثم الراجل عرض عليها رئاسه تحرير قناه جديده في الشان العربي تمام بعيد خالص عن الشان المصري او بعيد قدر الامكان عن الشان المصري وانا بره وعايز اشتغل قبلت هذا طب انت يا محمود دلوقتي ما انت اشتكيت لي من معتز وزماننا معتز بيسمع الكلام ده لاول مره وانت معاه دلوقتي قال لك على معتز ما بقول لك ان هو اداله فكره الطم انت مش لوحدك يعني هي فكره محمود اه مش فكره معتز وهو اللي عمله الفيديوهات الـ الـ الفيك اللي كانت بتطلع الناس اللي بتزمر على السطح الفيديوهات دي كانت بيعرضوها للناس على انها هوا وهم ال20 واحد اللي تابع محمود فتحي بكلامه آه. هم اللي بيعملوا الفيديو لأن يعني كان شرط معتز ان الفيديوهات تتعمل عشان يضمن يخش المشروع بدل ما يطالب الناس انها تصفر على السطح على الهواء ومحدش يطلع يصفر فكانت الفيديوهات معموله قبل كده وبتطلع هوا فانت اشتكيت لي يا محمود من معتز مر الشكوى يا سيدي اتصالحت معاه تاني ادي حقك اتصالحت معاه تاني اوكي بس ما تلومش عليا ان انا فتره من الفترات اختلفت مع الدكتور ايمن نور ثم حصل في توافق تاني وتعاون في قناه الشرق الاوسط وبعدين القصه اللي قالها على صابر مشهور انا صدق صابر مشهور وما صدقوش خلي صابر مشهور يطلع يقول الكلام ده ان هو مش عارف انا ان صابر كان بيقول له حسام بيسجل لي مش بيسجل لي لو صابر طلع قال انه قال لمحمود فتح الكلام ده انا صابر قال ان انت هو مش واثق فيك وشكك فيك وإنت يطلع صابر مشهور الكلام ده لان صابر على اتصال بيا متباعد كل سنه لما يكون عايز يسالني بحاجه اغلبيه اتصالات صابر مشهور بيا في السنين اللي فاتت لان صابر ابتعد وخد خط يعني اعلامي على اليوتيوب كان بيسالني في معلومات لغايه اخر اتصال قبل ما ارجع بسنه يمكن وعلاقتي بصابر كويسه جدا والراجل ما ابدليش انزعاج لكن كان بيبدي انزعاج لكل المنظومه الموجودة في اسطنبول وخد سكه منها فلو صابر قال لك يا مح لو صابر طلع اعلن ان هو لما قعدنا مع بعض عند محمود انه قال لك ان حسام ده بيسجل لي لو صابر قال كده هصدق محمود لان انا عندي صابر للامانه اصدقه عن عن محمود فتحي يعني فلو هو صادق مش كذاب يطلع يخلي صابر يكتب اه انا قلت لمحمود كده شكيت بس فعلا. ردك على احمد عبد العزيز لما قال ان انت هو كان شاك فيك على مدار تسع سنين <applause> وكان وكان ما يعني كان دايما متوجس منك كيفه وكان دايما ما يا حرام هو قال كده بقى كتب كده يا حرام اه وهو اه يعني ما ردك ايه وجاب فيديو حطه عنده على الصفحه وانت بتشكر في محمد مرسي فيديو اللجنه الاعلاميه يعني ده ردهم على الفيديو اللي مكملين أنا طيب واحده واحده والحمد لله ان انا عشت مع ناس تسع سنين وكل اللي قدروا يقولوه عليا ان لما كنا في اوتيل في ايفنت وهو بيبقى على نفس الترابيزه اللي انا فيها هو اللي بيمشي ومش هوصف السلوك ده وما تفترضش يا حاج احمد ان انا هاخد بالي انك قمت من على الترابيزه الحقيقه يعني في الغالب انا ما خدتش بالي انه كان بيقوم من على الترابيزه الا لما هو كتب ما اعرفش وصف السلوك ده ايه يعني 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 انا مش عارف انا الناس دي الناس دي مش محتاجه حاجه هم لوحدهم حلوين كده يعني هو كل احساسه ان لما كنت بقعد معاه في الترابيزه اللي بيقعدنا عليها زوبع بسيبه ويمشي بس بسيب بيسيبني ويمشي ده يعني ده سلوك مين مش ما اعرفش سلوك مين يعني طيب بس هو هو مقتنع يعني مقتنع ان هو راجل <applause> دعوي وراجل اصلاحي يعني هو يعني هو انا راجل مرب دقنه ولحيه بيضاء وكبير في السن بلاش و... احنا نرد عليه تعالى نشوف جامعة يعني... محمود حسين آه كتبت فيه الاخوان جامعة الاخوان المسلمين بيعملوا بروفايل يا نشات وانا نشرته والله ومنشنتك يعني قلت ده هديه ليك احنا ليه نتعب نفسنا؟ ما نجيب ردهم منهم فيه هو كان شغال تويتات وشتيمه حقيره جدا جدا جدا, آه جداً آه وراجل آه لا يتناسب مع سنه او وضعه كان مستشار مرسي الاعلامي اثنين كان مسؤول عن صناعه الهويه البصريه للاخوان التخصص بتاعه وجوده على راس تنظيم في رئاسه جمهوريه الاخوان ده لفت نظري انه الناس دي ناس مش دعويين مش بتوع ربنا اصلا ناس افاقين فانا الحقيقه وانا اول مره بقول هذا الكلام استدركته وبدات اللي انا بقوله على هوا على فكره ما بخبيش يعني انا بشتم بشتم على الهوا عادي جدا فانا فلقيت هو عنده الفاظ وبصراحة حقيره ما تتقالش في حانه فانا رايحين جاي جايين رايحين جايين بقى أنا فترة وجيت النهارده بقى قلت له يعني انا بشكرك انا بشكرك جدا لقد نجحت انت في رسم صوره بصريه للاخوان المفسدين وانا يعني بنصحك الوقت اللي باقي لك من عمرك مش هيكفي استغفار انا مش هرد عليك تاني خلاص انت بالنسبه لي انتهيت تخيل ده رئيس رابطه الاعلاميين المصريين في الخارج ده رئيس الرابطه بالفاظه دي بال ده القران بيقول لك ولا تنابزوا بالالقاب تخيل بالفاظه دي الاخوان بالحشد والمغالبه نجحوه رئيس يعفو ده انا استقلت على الهوا اول ما نجحوا في الانتخاب كتبت استقالتي على الهوا ده شفت ازاي الاخوان لا امل في اي اصلاح سياسي في الوطن العربي طول ما دول موجودين ويقدروا يحشدوا ينجحوا نموذج زي احمد عبد ما هو فساد الامر ان يصل الى غير اهله لكن احنا ليه نتعب نفسنا مع احمد عبد ما نشوف اللي هم بيسموا نفسهم صلب الاخوان الشرعيين جماعة الدكتور محمود حسين رأيها إيه في أحمد عبد العزيز؟ صح؟ شوف بيقول لك رأي رأي الجماعة اللي هي محمود حسين في أحمد عبد العزيز؟ آه, آه. ده بروفايل بيعملوه لكل الناس وليا بروفايل ولحضرتك بروفايل ده ده سري آه جهاز المخابرات بتاع الإخوان آه, آه طب النبي النبي على الشيخ عرفت أجيب بيقول لك إيه؟ كان مقرب من الرئيس مرسي ولكن هناك أشخاص مهمين في الإخوان مشهود عنهم الصدق يشككون فيه وسبق أن حذروا الرئيس مرسي رحمه الله منه فأنا يا أستاذ نشأت ده اللي كاتب كده جماعة محمود حسين اه في البروفايل اللي على احمد عبد العزيز اللي, اللي عند استخبارات الاخوان ان الراجل ده كان قريب من مرسي وناس كبيره في الاخوان حذروه ان الراجل ده مش كويس ابن ستين في سبعين لانه مشكوك فيه يشككون فيه اه يعني احنا مالنا نتعب ليه وجماعة محمود حسين بتقول احنا صلب اخوان مصر مالناش دعوه دول اخوان لندن آه. دول التنظيم دل دل الدولي ده البروفايل تمام آه. خلاص تمام. وقال لك هم بيقولوا انه يعتمد عبد الرحمن ابو ديه اللي هو ابو عامر على احمد عبد العزيز ويعتبر من رجال المهمين في تركيا وطبعا وظيفه في مكملين ومسؤولي الشباب عشان كده ده معاه لجان من الشباب كتيره وجاب اللي بيطلعوا يشتمونا دول اه اللي بيقول لي شوف انت لو انت تشوف الناس اللي بتشتمك قد ايه انا عايزه يشتموا عايز اعرفهم مين كتاب. وهو انا استدركته هو واللي معاه اه دي كتايب ما الفلوس التمويل تتحط في كتايب عندهم طبعا جدا جد ده ما انا عندي دليل برضه ما عندي دليل طب قول لي بقى انا سايبك عشان مش عايز اعطلك بس قبل ما في الفايل احمد آه. عبد العزيز ان الاخوان جماعة الدكتور محمود حسين اللي بيقولوا احنا اخوان مصر ما لناش دعوة اخوان لندن دول اتخلطوا بالتنظيم الدولي هم رايهم فيه ان هو بيشككوا فيه واللي بيقولوا ان اللي بيقولوا عليهم كده ناس مشهودة عنهم بالصدق مم. وان هم حذروا الدكتور مرسي ده اكبر دعايه سيئه للدكتور مرسي انه في يوم من الايام اختار احمد عبد العزيز ومسؤول ملف التلفزيون مسبيرو ايوه طبعا يا نهار ابيض على الكارثه ده مسؤول مسبيرو وايام مرسي يا نهار ابيض على الكارثه ده يكفي هذا التعيين سبب ل 30 يونيو ان صدقنا بقى يعني يكفي ان غفر الله له اختار ده يمسك مزبيره ده عمل الله بعدله اه يمسك مزبيره تختار احمد عبد العزيز اللي لغته بهذه البذاءة ده بيتحرش بناس على سيدات على على تويتر ومش عارف ايه حته طب تعالي بقول اللي تعباهم نفسيا دي لو قلت لك هتزعلي وبتعليل وانا بقول لك ما هم لما بيحبوا دمهم خفيف يعني بتبقى زي صلاح مقصود ما قال آه. تعالى اقول لك فيه. يكفي هذا التعيين راجل بهذا الفحش اللفظي في هذا السن اللي هو احنا المفروض جماعه بتقول ان مرجعيتها اسلام والمسلم لا فحاش ولا لعن ولا 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 ده كارثه ده احمد عبد العزيز ده حاله حاله يعني احمد عبد العزيز ده كفايه ينزل 30 يونيو لوحده اما بقى الحلقه السكريبت اللي, اللي وزعوها عليهم اللي هي حلقه عن الدكتور محمد برس انا اقر كل ما قلته في هذه الحلقه ولا انكر ولا أنفيه هل انا في الحلقه دي قلت ان دكتور محمد مرسي كان سياسيا رائعا كان سياسيا ذكيا كان مديرا عظيما على فكره يا استاذ حسام انا لا احاسبك ولا احاكمك لا لا ولا لا لا اسالك لا لا. وأنا لا عما كنت تعتقد لا 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 لا. في انت انا بكلمك النهارده دلوقتي انا عايز اتاكد ان هذا الرجل اللي قدامي يعني اصبح مختلف عن الرجل الذي كان معهم بس الدكتور محمد مرسي انا اشد انه كان راجل حليم في هذه الحلقه وهناك قصه عائليه ما انت قلتها خلاص يعني انا انت قلتها آه. لكن اتحداه هم ما بيفهموش ما حتى ما كانوش بيفهموني على الهوا بقول ايه يعني انت عايز تشيد برئيس جمهوريه راحل اتكلم عن اداؤه السياسي موقفه الصلب في قضايا الامه موقفه الـ 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 في 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 النهضه والإعمار وفي البناء وفي المشاريع هذا عندما أشيد بالسياسي أشيد به هكذا لكن أنا اتكلمت فيه جوانب إنسانية إنسانية وما ما أنا بتكلم في إيه فإذا كنت أنا في تأبين رئيس الجمهورية بتكلم فيه صفات إنسانية فالحقيقة أنا بشكركم على استشهادكم بهذه الحلقة فما شهدت به في حق الرجل من مواقف إنسانية والله كنت فيها صادق لكن عندما أتحدث عن من كان في منصب رئيس الجمهورية إنسانيا ولا أتحدث عنه سياسيا ثم والله ما ظلم الدكتور محمد مرسي الرجل الذي دفع دفعا أنه يكون مرشح بديل إلى هذا المصير وهذه النهاية إلا جماعة الإخوان المسلمين الحقيقة وان انتوا المفروض اللي تعتذروا لاسره هذا الراجل على المصير والنهايه اللي انتهى ليها اللي انا دلوقتي <applause> انت كده على محمد مرسي بعد اكتمال لا ما التجربه ما هو, <applause> هو ده كادر مؤمن بكل حاجه آه اصلا آه يعني اه يعني بعد اكتمال التجربه الحقيقه الراجل ده هم دفعوه دفع يعني كفايه احمد عبد العزيز اللي بيسيء اللي خبلاش يسيء انا لما شفت انا ده ده اللي كان ماسك ماس بيرو هم عارفين يعني ايه مسبيرو هم عارفين يعني ايه تاريخ مسبيرو ما هو كان عايز ايه هو يقطع ايه مسبيرو باللي فيه وخلاص ايه كان جايب الهدف ده يبقى مسؤول مسبيرو مسبيرو اللي انشي 1960 اللي فيه طعم مصر انا يعني اول مره تصريح يعملوا لي محمود سنجري كان 93 في مسبيرو وقعدت في كافتيريا الدور العاشر داخل مسبيرو مسبيرو ده قوه مصر الناعمه طبعا ده حاجه عظيمه ده باللغه دي يبقى مسؤول مسبير من الدكتور محمد مرسي بس طيب خليني اروح لفكره الكتائب الالكترونيه بتاعه الاخوان اه كان بينكروا والله يقول لك احنا ما عندناش شوف الكذب شوف الكذب بس بص, بص الكذب ده الحقيقه الشخص الكذاب ده رخيص قوي قوي يعني في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وانا اصلا بكلمهم بما يزعمون أنه مرجعيتهم يقول لك ايه يقول لك المسلم يزني قد يزني وقد قد قد الا الكذب ما يكذبش ابدا ابدا هو اللي مني اني بقول حاجه ما بكذبش فكانوا بيطلعوا يقول لك احنا ما عندناش كتايب بيلغوا ففي خناقتهم طبعا ده تقرير سري للغايه من اخوان لندن لما اتخانقوا مع بعض وانقسموا فكاتبين ايه بقى؟ باستقراء نفسيه الامين العام ينبغي الضغط عليه عشان اي مسؤول مصري بيضغط عليه من لجانهم ومن كتائبهم يعرف ان ده تكنيكهم حتى مع بعض تكنيك بتاعهم مع بعض ينبغي يعني الضغط عليه طيب شوف بقى الفجر يا استاذ نشا شوف الكذب يضغطوا عليه بايه باستدعاء الملفات التي تم تبرئه ذمته منها افتح الملفات تاني اي ملفات اي ملفات مصنعه يعني... يعني ده عايزين يضغطوا عليه حتى طب افرضوا الراجل وانا على خلاف مع محمود حسين من وانا كنت هناك وشايفه ظالم وجبار وطاغيه طاغيه محمود حسين طاغيه طاغيه كلهم طغاه كلهم طغاه يعني هو لكن هذا الطاغيه اذا كنت انت شايف ان في ملفات تم تبرئته منها بتعيد بتفتحها وترجع تدعي ان انت مؤمن بالعداله والقضاء شفت الفجر يعني هو بيعترف إن في ملفات تم تبرئته منها هذا الطاغية بتقول عشان نضغط عليه نفسيا شوفوا بيتعاملوا ازاي مع نفسية العدو أو قاعد دايما في حالة عدم اتزان نفسي اه بيقول لك ايه وايجاد مناخ شوف تسميم الاجواء م. وده أكتر حاجة أنا يعني زعلان عليها من الفترة كنت فيها في اسطنبول يعني وايجاد مناخ بين أعضاء الشورى العام من أجل دعم إلغاء الأمانة وممارسه الضغط عليه من خلال فرقنا على في السوشيال فرقنا في السوشيال ميديا ده مش فرقه دي. يا بيه ده ما فاكر فرقه؟ ده اللي كان يقول لك مش عارف ايه وبتاع ده فرقه ده فرق وكتايب سوشيال يشكل لك راي عام يشكل لك انطباع عام واحلى حاجه يدخل على اي حد يقلب. فينا بالكتائب دي آه. فيحاول يعمل ايحاء ان ده جمهورك ده مش جمهوري لما يجي واحد يقول لي بص عندك الناس بتقول ايه ايه اللي بينك وبين ربنا عشان الناس دول الناس اللي هم تبع الاخوان الكتائب الزباب هم بيخشوا على صفحاتنا يعمل حاله اي حد يكتب في تعليق انا مش اخوان اعرف انه اخوان جميع الاخوان عشان كده في اول حلقه شكيت فيك ربنا يسامحك مصر عارفه اولادها بيه عليه بالكلمه يعني انت كده بتشكش فيا انا <applause> لا انا بشك فيك انت لا 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 بص يا فندم واحد بس وهقول لك اسمه اللي اول ما قعدت معاه قال لي انا اخوانه ومبايع اللي هو ايمن عزام اللي كان بيشتغل في قناه الجزيره ووقفوه شهر باين تمام م. تمام اللي قال لي انا اخوانه مبايع هقول لك حاجه بس ما تضحكش عليا توعدني حاول يعني ده وعد اول مره اعرف موضوع بيعه المرشد كانت من ايمن عزام ان في حاجه اسمها بيعه تخيل لغايه ما رحت اسطنبول ما اعرفش ان في حاجه اسمها بيعه للمرشد ولما ايمن عزام اعترف لي وفهمني ان هو بيعتبر البيعه دي الوحيد ان البيعه دي التزام انا سالت نفسي سؤال اعتقد ان اي مصري امين لازم يساله نفسه الموضوع ده عمل لي انزعاج يمكن ايمن اول مره يسمع الكلام ده على هوا ايه الدوله المحترمه اللي تبدا ازدو... تقبل ازدواجيه في الولاء مين الدولة المحترمة بحق ربنا اللي تقبل فكرة ازدواجية في الولاء داخل أرضها أنا ولائي لرئيس الجمهورية اتفقت مع سياساته اختلفت مع بعض سياساته لكن يظل الدولة. ولائي الدولة. للدولة طبعا. ولا ولائي للمرشد وإذا تعارض هذا الولائين يعني بالعدل كده لما قال لي كده وبدأت أفكر وأقرأ وأبحث الدوله لا يمكن تقبل ازدواجيه في الولاء الصراحه ما فيش دوله بتحترم نفسها تقبل ازدواجيه في الولاء لما يحصل تعارض الاخواني هي... هيسبق ولاؤه للدوله ولا ولاؤه للمرشد اه هيقول لك ولاؤه للمرشد دي بقى بايعه عشان كده انا بعتقد يا استاذ نشأت برضو عشان حضرتك بتقرص عليا يعني خليها رساله للاجيال يعني ما عشت 30 سنه في عصر الرئيس مبارك وكلنا ما شفتش برنامج في التلفزيون بيطلع يتكلم عن الاخوان والولاء والولاء والبراء وهل البيعه للمرشد دي تصح شرعا ولا لا اصلا؟ هل شرعا؟ هل هو متغلب عشان يستحق هل هو متغلب بالشوك عشان يستحق بيعه؟ ولا البيعه دي ضلال وعمل شيطاني؟ ما احنا برضه 30 سنه في عصر رئيس مبارك ما كانش فيه في فين لما اتعمل مسلسل الجماعه وانا ما شفتوش الا بره مصر جماعه واحد يرحمه حتام اه يرحمه طبعا استاذ كبير لكن لكن لازم ننبه الناس في ده يعني ايه بيعه يعني ايه على المرشد بالمناسبه انا باجتهادي بقى وانا مش عالم دين ولا حاجه انا بجتهد بحاول اذاكر البيعه دي غير شرعيه لكن هم بيعتبر ان الخروج عليها دي معصيه لله والرسول بس انا عملت حلقه عن البيعه وشكل البيعه وعملنا زي دراما للبيعه نبقى هبعتها لك الموضوع ده انا انت بس سؤالي سؤالي يقولوا لي كان... دوله بتحترم نفسها للامانه تقبل الزواجيه بالولاء مفهوم على ارضها مفهوم, مفهوم آه. انت كان عندك تغريده تقول فيها برضه التعليق عصبني رغم اني قلت قبل شهور من عودتي ان حلكم الوحيد معايا انكم تخرصوا وانتم مصغرين. اه ده حلهم معايا انا صريح ده اللي الاخوان اه حلهم معايا وثيقه إيخو... وطلعت وثيقه انت من واحد من 2021 صدر من التنظيم الدولي ومكتوب على سر للغايه هات تجيبوها لي يا اولاد بتكشف خططهم لما يتامروا على بعض و محاوله اغتياله معنوي اه صوره ذهنيه اه طيب هو هم بيعتبروا الوثيقه دي سر للغايه لكن مش كاتبين على الكفر سر للغايه لكن دي بالنسبه لهم انا فاهم هم اتصدموا ازاي ان الحاجات دي عندي من 2021 يعني وده جزء من ديني لشباب مصر اللي انا اعتذرت لهم الحلقه اللي فاتت جزء من دين عليا عشان نلحق المستقبل نلحق بكره الجزء بتاع انا حلهم معايا وبشكر حضرتك انك اديتني فرصه على هوا برنامج حضرتك انت يا اخواني حلك معايا انك تخرس وانت صاغر والا اللي هفضل اطلعه انت مش تستحمله مش تستحمله عشان كده ممكن انت تزق عليا محمود فتحي تزق عليا عمرو عبد الهادي تزق عليا سامي تقول لهم الحقوني انتوا سايبيننا قدام حسام ليه مش انتوا حلفائنا مين في اللي انت قلتهم ثلاثة دول اخواني كادر لا 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 ولا واحد فيهم لا الواد عمرو عبد الهادي اعتقد اخواني لا 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 خالص 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 امال ايه اللي هو زي ما انا كنت بالظبط الناس اللي كانت متحالفه مع الاخوان اللي بس عمرو كان هنا معاهم في لجنه الضمير وكان لا كان لا 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 عمرو مش اخواني خالص عمر انا بقول الصراحه عمرو مش اخواني خالص خالص انا عارف سامي مش اخواني انا متاكد من سامي ولا سامي انا ولا انا ولا عمرو ولا محمود فتحي بس محمود فتحي نفس الطيار يعني ابن الطيار مم لكن هم بيقولوا لهم انتوا سايبنا مع حسام ليه؟ ايه انتوا مش عيش وملح وفلوس ودولارات انت بي عارف يا استاذ حسام خشوا انا مش هقطعك بس انا بفكر وأنت بتكلم انه الراجل الاخواني الكادر زي ايمن عزام او غيره او الناس اللي هم الولد اسامه جويش او الناس دي دول كوادر اخوانيه آه متربيين اخوانيا آه باللي احنا بنقوله كله ايوه فده لما بيطلع ويهاجر برا ولا بيهرب ولا بيعمل يعني هو متربي كده آه لكن الغريب في الامر الناس اللي مش اخوان وراحوا جروا وراهم آه دي عيبه قوي, قوي انا كنت قوي قوي انا كنت منهم بصراحه ما انا كنت واحد من هؤلاء يعني يعني انا اذا كنت بلوم هؤلاء الهاربين مره فالوم اللي زي حضرتك وزي سامي وزي عمرو انا ما اعرفش ان هم بس انا سامي عارف ان مش اخوان والناس دي ان هم ولا ولا محمد ناصر ولا معتز ولا غيره دول راحوا ورا ناس مؤمنين بفكره غلط ولا صح مؤمنين بيها لكن دول راحوا ليه ماشي مش عايز اعطلك كمل لا بس انا بشهد ان عمرو عبد الهادي مش مش اخوان لكن يعني هو, كان أو هو أو يعني, يعني اوقع منهم بس ماشي مش فهم مش بيقولوا يعني هم بيستنجدوا لان هم فاهمين وانا هم كلمتي واحده وهم عارفيني عاشريني انا ما اقولش كلمه مش حضرتك لا ما اقولش عارفينك ده مقطعينك على السوشيال ميديا لا بس انا قلت 20 عشرين 20 عشرين عشرين عشرين. انا كتبت تغريده حضرتك قلت لي مشكورك ان انت زعتها من قلب اسطنبول ويكفيني الحمد لله ان كان عندي الشجاعه الادبيه من وانا وسطهم اقول اني هطرح اسئله تتعلق بمشروعيه وجودكم والتغريده منشوره وكانت بوست منشور برضه انا هطرح أسئلة تتعلق بمشروعية وجودكم من كلمة شرحها نفسها ومش بس كده خلينا نروح لسر الغاية بعتها لإبراهيم منير وبعتها لمحمود حسين وبعتها للقيادات فأنا قلت الجملة بس هم كانوا بيعتبرونا أسرى حرب حسام ده عمره ما يروح عمره ما هيعرف يعمل الكلام ده هو ما يعرفوش إن أنا الحمد لله لما أقول كلمة أنا بحترم كلمتي فانا مندهش بس هما بيشغلوا اللجان يعني ده في شغل الجان هو انت بتستغل اسلحه الاخوان في التعامل معاهم؟ بمعنى يعني اصل انت بتضحك ضحكه هذه الضحكه انا بشوفها بتقول الاخوان وهم مهزومين او هما بيغيظوا حد بيضحكوا الضحكه دي انت عايز تطلعني يثبت ان هو انت عايز تطلعني اخواني لا انا عايز اطلعك حاجه لك. والله انا عايز حقيقه بس بقول لك اصل انت انت بتغيظهم دلوقتي؟ لا انا بضحك من عبثيه الموقف من المفارقه بس مش بيستخدم اسلحه لا والله يعني تلقائي لا والله انت مش حضرتك قلت لي ان انت زعت التغريده دي ايوه صح لا انت زعتها هنا بعيد عن الموضوع في مصر انا بسال انت دلوقتي تلقائي ولا بتغزهم لا ما بغيظ مين تلقائي يعني خلاص <applause> انا انا بس الفكره كلها ان وانا عايز اقول لحضرتك الكلام ده كاستاذ وكزميل اعلامي في الاول وفي الاخر انا كتبت في 2020 ان انا هعمل اللي بعمله دلوقتي ربنا يصلي وقدر لي ان انا اقعد واعمله مع حضرتك لكن ما كتبته والسوشيال ميديا سجل ان في يوم من الايام هطرح اسئله صعبه تتعلق بمشروعيه وجودكم وده قلته فين وانا في قلبهم هناك مرتبي منهم ومش بس أكتبه لا ده انا بعته لابراهيم منير على الواتس رد و... عليك <applause> لا خلوا هشام غزال رد عليا و وب... لي احنا بنرحب بمراجعتك يا استاذ حسام يعني حضرتك حد مهذب ومش عارف وبتاع حتى التغريده دي دخل محمود غزلان قال لي احنا مرحب مع النقاش ومش عارف ايه وبتاع وساعه الجد شفت اللجان والاتهام بالاعراض والاتهامات يا سيدي اتهمني بس بحاجه حقيقيه يعني ده عندهم فجر في الاتهام يرمي لك الاشاعه كده يغتالك معنويا لكن خليني ارجع بقى لسؤال حضرتك ليه بقى ما هم اللي ما بقى السر حضرتك بتقول لي انت بتضحك بتغزهم لا عبسيت الموقف ان انا قاري الكلام ده قبل ما ابدا المراجعات عارف بعد فيه. ما عقدت العزم في عشرين عشرين جالي الورق ده عشرين 2021 فاللي بتستعمله ضد اخوك هتستعمله اكتر منه ضدي او هتستعمله ضدي أكيد. طبيعي ده التكنيك بتاعك فمراحل العمل دي خطه اخوان لندن ضد محمود حسين. استبعاد القيادات الحاليه المعارضه للتغيير من كل مفاصل العمل. يا سلام على الديمقراطيه وحريه الراي. واخد بالك الخطه؟ آه. شوف ال... شوف الاكتساس تمام دول لو حكموا مصر يا استاذ نشات لو حكموا وعملوا و... أخوانا وتطهير الدوله وعملوا بلاد وكان استقروا في حكم مصر وانشقوا فرقتين كانت قامت حرب اهليه بقى نزل. ما احنا يا استاذ نشات اللي كنت بفكر فيه في اسطنبول ان دي بلد مش تهريج لشويه مراهقين ان دي بلد بلد عظيمه مش شويه حبل انا اسف في اللفظ ما كنت بشوف الكلام ده بجاني من هناك الاقي جاي وعلى فكره اللي بعت لي اللي بعت لي الكلام ده اخواني مش 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 حد تاني على فكره وهم اساتذه في الفتنه على بعض يعني بيقول لك استبعاد مش مناقشه مش محاوله مش الوصول لنقطه وسط مش الوصول لاتفاق بيقول لك استبعاد اكتساس القيادات المعارضه للتغيير. طيب من خلال ايه بقى؟ استمراريه رسم الصوره الذهنيه. ايوه الاخواني يا جماعه من ايام الانجليز لما كانوا بيشغلوهم ولغايه دلوقتي بيشغلوهم بيعتمد على رسم مش انا الحلقه اللي فاتت قلت لحضرتك انه يمسك لك صوره العميل الصهيوني ويقعد يلح عليها يلح عليها يلح عليها فيبقى بالنسبه له اغتال الصوره الذهنيه بتاعت خصمه السياسي ده كلام مش شرفاء على فكر يعني لا ما احنا عارفين ان هم مش شرفاء ما صحيح. فيش شرف لا ما احنا عارفين ان هم الناس ده بيعملوه مع محمود حسين مش مع نشأة الديهي محمود حسين لغاية عشرين عشرين كان هو ابراهيم منير واخوة في الله ومتحبين في الله وبيأكلوا بعض بقوا بعض في عصري هبعدوا جنب بعض يأكلوا انت اللي بتضحكني بالإفيه لا مش انت ما معاهم ايه بياكلوا آه بعض انا اقسم بالله بقولك بياخد اللقمه يحطها في بقه يقول له انا احبك في الله وده أحبك في الله ويبوسوا بعض من كتاب بعض وفي الاخر يعملوا في بعض طعن اعراض بعض اه السطر ايه يا الجماعه الخرا السطر ده اسف ده جدا السطر ده اهداء لكل مسؤول مصري وطني شريف السطر الجاي ده الخطه ايه بقى؟ رسم صوره ذهنيه تركز على ايه؟ تعميق الاحساس بالفشل تعميق الاحساس بالفشل اي حاجه تتعمل بوظها حاسس انه فشل طيب احساس بالفشل وحجب اي انجاز عن الصف يعني هنا عارف انت الكهنوت عارف انت حكماء صهيون يعني لو محمود حسين عمل انجاز واي انسان في العالم ليه اكيد حاجات حلوه نحجب الانجاز ده عن الصف فلما اي مسؤول مصري او الحكومه المصريه تعمل, حاجه حلوه هيعملوا فيها ايه بقى اذا بيعملوا كده في بعض اه عشان كده يا استاذ نشات انا مره كتبت من وانا هناك على فكره الكلام ده خطير يا حسام جدا مم. جدا الكلام ده انا بهديه لكل المسؤولين المصريين كتبت هناك بقى في المرحله اللي انا فيها بقى خدت القرار النهائي والحمد لله ولحظه الادراك واليقين ان انا كتبت ان هناك ان مشروع العاصمه الاداريه كان مشروع ضروري والعالمين مشروع ذكي وانا بفرح من كل تسليح الحمد لله الكلام ده منشور من 2020 عشان بس الناس اللي بيقول لي انت بتغير كلامك يعني انا من هناك بقول رايي في العاصمه الاداريه وفي العالمين وفي تسليح قوات المسلحه المصريه وانت فارق معاك ما يقولوا عليك ان انت كذا كذا مش فارق لا, لا 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 خلاص يعني احنا يعني ارمي ورا ظهرك بقى طيب نكمل الكلام ده جدا بيقول لك استبعاد القيادات الحاليه المعارضه للتغيير من كل مفاصل العمل من خلال استمرارية رسم الصورة الذهنية التي تركز على تعميق الإحساس بالفشل وحجب أي إنجاز عن الصف وقد أتت هذه السياسة أكلها في الانتخابات الأخيرة وأطاحت بهما مشاركات نهار اسود الفجر شفت شفت ومسلمين يقول لك عشان ما مكتبش خال المسلمين دول البنا يعني هو بيقول لك <applause> المفسدين المفسدين يعني لو في انجاز والله <applause> مفسدين في الارض يا اه والله فعلا لو في انجاز احجبه عن الصف وحل ادي احساس ان في فشل 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 مفيش حاجه حلوه وبيقول لك السياسه دي جابت نتيجه وهي فعلا جابت نتيجه في انتخابات 2021 فعلا جابت نتيجه وجماعه محمود حسين سقطت بس محمود حسين قال لك والله ما لاعب بتاعتي والجماعه دي بتاعتي وفيلم كده بحكي لك عليه تمام وبيقول لك استثمار الاثار الايجابيه التي ترتبت على عدم استجابه فضيله نائب المرشد والقائم بعمله لطلبات الامين العام المعزون بشان التحقيق معه، يعني راجل بيطلب طلبات للتحقيق معه والثاني رفضها فيما تم اتهامه به بما يجعله في دائره الاتهام. عايزين نحطه في دائره الاتهام، يبقى متهم يدافع عن نفسه. عرفت بقى هو بيعمل معاك احمد عبد العزيز كده ليه؟ دايما يحط كانوا عايزين بيعملوا معايا الكلام ده على تويتر يحطني في دائره الاتهام وانا عندي الورق ده من 2020 وانا انا عامه من النوع اللي يعني في الشتاء عايمه بكركع في الضحك مع نفسي لان انا قاري الورق ده هو فاكر انه لما اشتغل عليها بمئات التعليقات اللي فيها اتهامات باطله ليا وخد في عرضي وحاجات قذره ودنيئه تمام بعد ما كانوا عامليني بطل تمام بضحك ليه؟ انا فاهم يا حبيبي ان انت عملت كام؟ لو في دايره اتهام ارمي عليه تهم اعمل آه. شائعات خليه يحس ان مفيش انجاز خليه كذا ضيع شغله خليه يتشتت بقى افكاره خليه يدافع آه. عن نفسه آه. خليه ينام متنكد اه في مرحله الدفاع حتى لو في حاجه منوره شوهها بوظها اكتزق كده فيديو ده زي اللي حصل في انتخابات 2023 وابني عليه الحاله ويقول لك احنا مسلمين هو ده الاسلام اللي انت تعرفه يا استاذ نشأت ده الاسلام اللي عند ربنا عليه ده اللي بنفهمه يعني الحقيقة الموضوع هقول لك زي أقولك على حاجة وقعت معايا الأسبوع اللي فات هبقى لك وده وده آه. ده مش بيعملوه ده ده الدستور بتاعهم بقى في بعض في بعض فما بالك في الآخرين الأغيار الأغيار إيه الأخوات بقى يحكي إيه إيه دورهم بقى؟ يا ريت تقول لي كده بدأ الموضوع ده من أيام حسن البنا وحسن البنا من أسوأ حميدة قطبو القصة دي آه م. ما مر على مصر في ال 100 سنة اللي فاتت أنا عارف دي أنا عايزك تعرفني اللي أنا مش عارفه لا ده في واحد مش هذكر اسمه عشان ما ادلوش قيمة من ذكرت اسمه يا عم ايه ما اقول اسمه ناسنج والله ناسنج طلع يقول أه. ايه حسام كلمته حسام في التليفون امبارح قبل ما ارجع مصر بشهور وقال لي حسن البنا ده افاق هو نيته انه بقى لما يقول الاخوان انه حسام في مكالمه خاصه قال لي على حسن البنا ان ده افاق نيته كده ان هو بيضرني بقى وبيطع ما بيني وبين الاخوان انا قلت الحمد لله الذي انطقك ان انا في جلساتي الخاصه ومكالماتي الخاصه بقول لك ان حسن البنا من وجهه نظري افاق يعني دي شهاده براءه ايه ال انا من بقالي اربع حلقات دي الرابعه معاك وسالتك السؤال ده ما جاوبتش عليه ما جاوبتش حاجه ما جاوبتش عليه هتجاوب عليه؟ مفيش حاجه ما بجاوبش هتجو... عليه هتجاوب لا في حاجه ما جاوبتش عليه طيب اتفضل ما هي الواقعه التي وقعت وجعلتك تغرب بوجهك عن هذا التنظيم الحقيقي؟ اما انا قلتها كتير وقلتها لا الواقع في يوم معين شومان شومان لما بعت لمحمود حسين راجل بيموت قدامي روح من احياها فكانما احيا الناس جميعا تعرف ان يمكن انا بيني وبين بقول انا طبعا لما رجعت بلدي انا في كرم كبير من ربنا وبشكر وأفضل اشكر الناس في البلد انت مش زعلان مني؟ لا خالص انت اللي كنت في المعسكر الصح مش أنا. الحقيقه يعني للحقيقه وانا قلت لك الحقيقه تنقصني الشجاعه الحقيقه يعني فلو انا ربنا يعني من علي بان انا هنا في بلدي احساس مختلف بالدفى حتى الناس العسل اهل بلدي وانا بقول لهم يا جماعه بيخربوا لي حساب تويتر ادعموني فوجئت بدعم شعبنا الجميل شفت شعبنا جدع ازاي؟ فشومان كل بيموت شومان بكلمهم استهانه بحياه بني ادم ده الموقف ده الموقف ده الموقف اللي خلاك تنقل من الى من الى اذاكر خلاني اذاكر لاول لا اه قعدت اذاكر من 2018 طيب ل 20 وقت ما كتبت تغريده للتاريخ وحتى يا ريت لو تطلع على الهواء وحتى لا اتهم في يوم من الايام اني من المتحولين ده كان نهايه الدراسه يا استاذ ناشر تمام طيب. قول لي بقى الاخوات ده بدا طبعا من ايام حسن البنا استخدام المراه شوف استغلال المراه حتى هنا في تسليع المراه السياسيه يا استخدامها سياسيا استخدام صالح ده هو بيستخدم الصفات اللي خلق ربنا عليها المراه لخدمه اغراضه في يعني زي ما بيقول انا ليه نقول كلام من عندنا من نقرا كلامهم الاستفاده من مكانه الدكتور البربري في رئاسه العمل العالمي للاخوات في الترويج للتصورات الفكرية الجديدة في الأقطار. ماشي. أهو. ماشي. مين يعني بربري الأول؟ ما هما بيقولوا إيه 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 رئيس العمل العالمي للأخوات. إزاي هو؟ يعني وال... شخصية مش معروفة ده أنا معروف. لا قيادي إخواني. ما هو اللي جانهم في الوثائق دي إني بطلع أسماء بتشتغل في السر مم. ولسه أنا بلاقي معاهم المشوار طويل ده الوثيقة دي ها؟ آه آه آه. مم. وما نشرتهاش كلها. ده انا عندي كلها بس انا بحب واحده واحده يعني على يا زبادي فمش عارف ليه الدكتور البربري في رئاسه العمل العالمي للاخوات ما ليه عندك تفسير ما عنديش تفسير يعني العمل العالمي للاخوات ليه مش رئيسه اخت ما اعرفش حقيقه بيقول لك ايه بقى هنا في الوثيقه دي بيقول لك ان همنا لا يقتصر على الشان المصري فحسب احنا مش مهتمين بمصر بس بل إلى العمل العالمي كله. م. كذلك في هذا الصدد لابد مما يلي العمل على استع م. اه ده الجملة دي خطيرة يا العمل على استبعاد الأمين المعزول من المكتب العالمي حيث أنه العضو الوحيد المنتخب وعدم دعوته لانتخابات المكتب. م. اللي بيقول لك بيتكلموا عن النفاق. تعرف أنا إمتى أنا إمتى انتهى التعاطف مع بمناسبه الكلام الدكتور مرسي مع الدكتور مرسي لما قريت الجمله دي انتهى التعاطف ليه؟ وخلي بالك أن رايي ان محمود حسين ده طاغيه ولو كان سيطر على الدبابه كان فرمنا في الشوارع بالدبابه بما شاهدته في اسطنبول وبما شهد عليه اخوانه في اسطنبول يعني هذا ليس دفاعا عن, عن محمود حسين لكن لما انت معترف ان العضو الوحيد المنتخب أيوة. تمام وانت بتتامر على استبعاده م. يبقى انت مش معترف بنتائج الانتخابات يا اكسلانس يا منشريه انت مش معترف بالانتخابات امال بتعيط لي ليه على المنتخب المنتخب المنتخب؟ م. ما انت مين فيهم؟ انت بتاع ايه فيهم؟ <applause> منين انت في وثيقتك السريه بتقول العمل على استبعاده حيث انه العضو الوحيد المنتخب وعيطت لي تقول لي اصل اللي جاب الصندوق يمشي بالصندوق فانت طالع تمثل طيب هل محمد نصر يطلع يتكلم عن الوثيقه دي مش الاعلام اللي بره اللي انا كنت يعني احد مدراء الكبار اعلام الحريه والشفافيه والنزاهه عايز انا الاخ اسمه اسامه جويش ده اللي بيطلع يحزق يطلع <applause> يناقشه ده مش واحد منتخب بتستبعده منتخب وترجع تقول لك اصل اللي جاب الصندوق ما يتشالش الا بالصندوق بيقول لك بذل كل الجهد مع مراقبي الاقطار شوف هما فكره ان انا استدعي الاجنبي على ابن بلدي دي عندهم ده العادي بتاعهم ده بيصحى الصبح من ايام حسن البنا استدعي الاجنبي على ابن بلدي بذل كل الجهد مع مراقبي الاقطار لكسبهم الى جانبنا ومخاطبتهم بما يكسب قلوبهم ويلين جانبهم وعلى الاقل تقدير تحييدهم حتى يسنى ترتيب الجمله السطر بعد كده بقى يعني اكثر دناءه وانحطاط وانا اسف على الفاظ دي برنامجك يا استاذ نشات. اسمح لي اقرا؟ اتفضل طبعا بالتاكيد وكل امتنان. <applause> شكرا يا عزيزي. بيقول الاستفاده شوف اللغه الاستفاده من الظروف الشخصيه لاعضاء المكتب العالمي. اللي عنده مشكله مرضيه، اللي عنده مشكله نفسيه، المتطلقة اللي عنده اللي... مراهقه متأخره يا اخي اه اقول لك على السر ده انت لا ده انت في حاجه هتقولها اه اكيد اقول لك على السر ايوه السر بيني وبينك وعد وعد بيني وبينك خلاص انا كنت بشوف افلام في مصر بتنتج دايما بتصور الشخص المنتمي لل بلاش الاسلام يا جماعه الاسلام دين ما فيش حاجه اسمها تاريخ الاسلام ولا اسلام سياسي بس يعني عنده توهم على المرأة مهما كان عمره فكنت بقول إيه الأوفر ده إيه الأفلام دي لازم تطلع اللي منتمي لهذا الطيار لو شاف في ميل يريل أنا شفت ده لايف في اسطنبول <applause> شفته لايف يعني الأفلام اللي كنت بعتبرها أقسم بذات الله أوفر شفتها لايف في اسطنبول يعني وقيادات ودقن ومراهقة متأخرة لا تتخيلها ويدفع في سبيل المراهقه دي مئات الالاف من الدولارات ويستغلوا الحاجات دي استغلال الاحوال الشخصيه اه وحط بقى مفتوحه كل الاحوال الشخصيه تمام أبقى اربط بقى تاريخيا تاني... عندك في دراساتك بقى عبد الحكيم عبد الدين وما فعله مع القصه دي طبعا يعني طبعاً. بأربط بينهم وانت عامل آه. دراسه انت في الموضوع ده عبد يعني كنت... الحكيم عبدين الدين ده عملت له حلقه كامله اه بالظبط كان بيزور حسن البنا اه اه وعمل لجنه التزاور آه. كان بيروح يزور الستات في البيوت وارتكب جرائم لا اخلاقيه وكبائر داخل بيوت والسكري جابه والمجموعه قال لك نحاكمه حسن البنا رفض وما رضاش يقرب منه واستقال السكري كمل واللي حضرتك ما قلتوش في الحلقه ان اتعمل محضر ضده في اسم السيده زينب يعني الموضوع ده مش بس كلام السكري الناس ترجع لوزارة وزارة الداخلية وأرشيف وزارة الداخلية اتعامل محضر تحرش ضد عبد الحكيم عبدين فالموضوع ده هم بيتعاملوا معاه عادي ليسي على فكرة يعني ده عندهم حرية يعني ويجنوني إن هقول لي هتخليني أقول كلام ما ينفعش اقول ما عايزك تقول لا ما ينفعش اقول أصل الجواز جواز <applause> والطلاق ده يعني طلاق والجواز بنت الجواز ما ينفعش يعني شخصيه تتبدل على 17 قياده اخوانيه في ثلاث اربع سنين يعني لا 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 معلش معلش خلاص والنبي الله يخليك لا والله معلش الله لا, لا لا بجد مش هقول مش فاهم ما احنا مش احنا مش بن... بن... ايوه بي ما هو ده أيوة. كمان اعاده توظيف للدين اعاده استعداد للدين عايزين نفهم ايه القصه اه 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 يقول اه. لنا ايه الموضوع يعني ايه 17 قياده يعني مش الرقم مش بالظبط بس يعني المهم ايوه 3 4 2 3 لا اكتر طب قول لي بس لك اه في شخصيه مثلا انا حضرت اتجوزت خمسه سته منهم اخواني في دوله عربيه شقيق وتبدلوا وبتاع ما شاء الله ارتقت لاعلى البراز <applause> معلش انا اسف جدا انا اسف جدا لا لا من غير ضحكة والنبي ستة, ستة هي إيه انا عايز انا بضحك بالعباسيه الموقف أنا, انا اسمعني بس انت مش عايز نضحك خلاص لا لا انا عايزك تضحك طبعا بس انا بتصرف بطبيعتي معاك انا ب... انا حابب وانا طبيعتي معاك اسمع بس السته دول تزوجوا من امراه واحده آه. على فترات متباعده لا 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 ورا بعض بعد العده وكده يعني انا اه اه يعني بس هي وصلت اخر معلوماتي من 2015 ل 2018 كانت وصلت للصبي بتاع الكبير قوي وما عرفش بعد كده ايه اللي حصل طب يا معلش يعني الست دي كانت بتتجوزهم عشان ظروفها ولا هم اللي كانوا بيتجوزوها أنا شفت حاجات مسخرة. قول لي قول لي جزء منها على فكرة الكلام ده مش كلام فضائح أو أو كلام ستر، لأ هو كلام تجربة هناك واحنا لازم نحذر الناس منها أصلاً لأنه في خد بالك فيها إيه؟ فيها دفاع عن حاجتين. فيها دفاع عن دين. آه والله العظيم أحسنت وبشكرك على الجملة دي. فمن حقك أن تقول ومن واجبك أن تقول. أنا بشكرك على الجملة دي والله العظيم وأنا عارف دي نيتك على فكرة. إحنا بندافع عن ديننا على فكرة ثوب ثوب الإسلام الناصع. اللي دول مثير ينفر الناس من الاسلام ده دي حاجه ياع قول بقى الست دي بقى ايه حاجه ياع قول قول احنا احنا يعني لا يعني انا هديك هي مش عارفه مثال. ترجع كانت هديك مثال أصلاً. هديك مثال آه، شخصيه من اللي الناس بتشوفهم على الحق وعلى الـ وعلى الثوره وال النهارده انت بخيل عليا في ده. ده المنطقه دي بالذات يعني معلش أصلا مش مستواهم شفته يعني جاي قول السبب يا باشا مش عايز شفته جاي ومدلدل ودانه عشان هيطلع في حلقه في العيد عشان هي امرته انه يجي يطلع الحلقه لو كان متجوزها وكل الجوازات دي طبعا ما تبقاش معلنه وبعد كده خدت منه 10000 دولار وبعد كده يعني قعد يطلب الفلوس بعد ما سابته وراحت للأعلى منه على طول يعني اترقت وبعد ما هددته وبطل الكلام على 10000 دولار ولا ألف دولار وحاجات شفتها لما بتكلم هي من جزء من دلوقتي؟ الصبي بتاعك كبير قوي لما مين هو؟ ما ما مش هقول مش هقول اسماء الله يخليك مش هقول في المنطقه دي اسماء خالص طب هي هي عايزه ترجع ولا اخوانيه لا ولا لا لا لا, لا 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 الفكره مراه مراه خلينا نتكلم في اصل الموضوع اه عبد آه الحكيم موضوع. عبدين آه. مراه واستخدام الدين وتوظيف الدين لتلبيه احط الرغبات واستخدام الدين لتلبيه احط الرغبات. انا بس انا عايز جمهور حضرتك الكريم يحط نفسه مكاني وانا بطبيعتي راجل جد يعني في الشغل وفي العمل فيما اؤمن به فيما التزم به. يعني مش احط برضه معلش مش احط الرغبات احط الطرق لتحقيق الرغبات. اه يعني اه, على أوكي. آه يعني احسنت احسنت آه. تصليح التعبير. لا ما ممكن تكون شايف واحده وعارف انها متجوزه فلان وتلف وتاخدها يعني. ده غير سلعه؟ بي ده بيتعامل عادي. ده بيتعامل على كده عادي وبالمناسبه وعملت ثروات كبيره اه دي هي كمان <applause> قصه بس البيت بتاع اموره وبيضة يعني وعود آه. حاجه يعني ايه لطيفه يعني ف اوعى تكون كان عينك منها يا استاذ ولا حاجه لا والله ابدا ما انا بسال برضه يعني بص يا استاذ دشقت حضرتك بخبرتك لو انا عندي حادثه واحده مشينه مش هتجيب سيره الكلام ده لا كانوا هم عملوا منها في الست سبع شهور اللي فاتوا فرح شو هو دلوقتي بيقول لي بيتكلمني عن مقال وهمي ومناقشه وهميه لداعش بيكلمني باللجنه الاعلاميه بتشتغل على فيديو اشدت بيه بالراجل مفهوم انسانيا مفهوم. لو في حاجه طلعت مفهوم ده لو في حاجه في انا بتاريخي. انا متاكد من ده دل... انا بتابع وانا فاهم طبعا يعني انا اول حلقه كنت اشوف ردود الافعال ثاني حلقه اشوف فانا تاكدت انه يعني انا خلاص الحمد أنا لله أنا متأكد, متأكد. وزي ما حضرتك قلت دايما الانسان النظيف عينه قويه وانا بتكلم ايه انا بتكلم تنظيم واله اعلاميه ومنصات وفيجرز واسماء وحسابات كبيره وبقول لهم تخرسوا ايه وانتم صاغرين ده حالكم طيب، معايا يعني هو اللي حصل لان حصد... هم صغيرين يا استاذ انا جداً. انا انا عارف ان هم مش صغيرين بس ده هم عباره عن بعوض في مستنقع كبير انا يجنني الراجل كذا تعرف انا لما ما كنتش كتبت من عشرين ان انا في يوم من الايام هعمل كده وبعتها لابراهيم منير وبعتها للناس كلها ما كنتش احترمت نفسي تمام طيب. ده انا في وشك قلت لك تمام طيب, طيب اللي... فالورق ده خطير قوي بصراحه خليني بس عشان موضوع استغلال الانثى واستغلال المرأه وتسليع آه. المرأه والمرأه حيش. كأنها سبيه او آه. م... يعني يعني ما هو ده انا شفته قلته ايام عبد الحكيم عبدين ايام حسن البنا نفسه وتكرر في اسطنبول ولما تقعد واحده تتجوز ست قيادات من نفس الجماعه بس الاعلى للي اشهد ان من واحد للي اعلى منه اه يعني هي بترتقي يعني <تصفيق> بس, <applause> بس على فكره ده هي اللي شاطره بقى مش هم اللي هي مش هم اللي عندهم مراحل متاخره هي هايله هي هايله بس اللي آه بشهد ان كروشندو لفوق اه يعني مش واصل دلوقتي الصاب الكبير صابي الكبير قوي اه هو <applause> مين الكبير طيب الاول مش عايز الصاب في الموضوع ده مش هقولها مش يعني عايز الصبي مين مش عايز اقول مش عايز مين؟ آه كبير قوي معروف عبد الرحمن ابو ديه اللي يعني قال, بتاع قال, لك قال لك قال لك قال لك ان هو الراجل المقرب احمد عبد العزيز المقرب من عبد الرحمن ابو ديه امم ده حتى في الانتخابات دي بقول لك ايه يا حسام حتى بايز انتخابات 2021 دي دخل فيها ابو ديه الفلسطيني آه. البريطاني اه طب مفهوم آه كنت عايز انا عايز اسالكوا على... انتوا علاقه المخابرات البريطانيه ايه بكل اللي بيحصل ده وفكره الخبيثه تحويل الاخوان لطيار عايز يعمل نيو لوك اه وبيقول عشان نكسب تمويل جديد نعرف نجيب تمويل جديد ان احنا م. نتحول لطيار ونخاطب الشارع بلغه ان احنا طيار آه. عشان نخلص من تبعات اخطائنا الماضيه ونعرف نجيب تمويل جديد فدي فكرتهم ولا فكره الاجهزه اللي مشغلاهم دي برضو معلومه مش عندي بس تساؤل قد يكون مشروع او حضرتك تقول لي يمكن مش مشروع يعني بس شوف الخبز بيقول لك المل... التاسيس الثاني اه في اخر ده. بص يا استاذ نشأت سمحت لي اقرا السطر ده اتفضل <applause> نحن نسابق الزمن من اجل الانجاز واستثمار اللحظه الراهنه من اجل التاسيس الثاني والميلاد الثاني اه عشان كده المواطن البسيط اخويا واخو حضرتك يظن ان يقول لك احنا في ايه ولا في ايه والاخوان مش ايه الاخوان زي ما قال الارشيف البريطاني زي ما قال كتاب تاريخ التآمر السري بين بريطانيا والاصوليين زي ما قال كتاب برادر دراع القوى الغربية ضد مصر في لحظة من اللحظات يفعلوا بالفلوس بالإعلام شوكة موجودة صحيح قول لي عبد الرحمن يوسف قرضاوي كان هناك في اسطنبول ولا كان بره؟ اه اه موجود اه اخباره ايه؟ ما كنتش على تواصل كبير لا دوره في آه في المنظومه وفي التنظيم ويعني لا ما اعرفلوش دور بصراحه للامانه آه. للامانه ما دور خالص يعني. امم. طب توزيع ثروات الجماعه بقى وال. الايه ايه؟ فلوس وثروات اه. الفوزية. ما هم لما بينفذوني زي ما حضرتك قريت ببدا اطلع لهم حاجات عشان يهدوا شويه اصل آه. قالت شتيمه رهيبه. طبعا. فاكر حضرتك صبحي صالح لما قال لك اللهم امتني امنتني على الاخوان. اه الجمله دي انا مش عارف انا ازاي سافرت اسطنبول بصراحه انا اسف يعني بعتذر تاني. لنفسك الاول. اه. اه والله, والله يعني عدت عليا الجمله دي آه ليه ازاي يعني وخاصه ان انت فعل. مش اخوان اه والله العظيم عمري ما كنت اخوان يا سيدي أنا عمري انا انا بقر بقول لك وخاصه مش اخوان آه لما سمعت صبحي صالح وهو بيقول اللهم امتنا الاخوان اه يعني ما انت بتاع مسرح وبتاع فن فالمفروض يعني عقيده اه ما هو حصل حسن البنا خبيث قوي حسن البنا يقول لهم الاخوان فكره وعقيده لعبوا بالمفردات عقيده فمع الوقت بالسياسه الاعلاميه والالحاح احنا الاخوان احنا عقيده عقيده فيخرج عن صحيح الدين ويتبقى عقيده الاخوان زي ما يقول لك تصنيف الناس محاكم التفتيش يقول لك ايه الناس بالنسبه ستجدون الناس بالنسبه لدعوتكم واحد مؤمن ما اختارش متفق اختار مفرده مؤمن شفت فهو بيربط عقيده الاخوان بالايمان مفهوم تمام حضرتك كلام كبير وفهمت هناك الاخوان في كل حتة دي جماعة غير شرعية تمام عندها فلوس عندها مليارات الدولارات وحضرتك أنت بترد على نشأة على اسمه ايه ده اللي هو اللي عنده فحش في اللسان ده اللي بتقول له روح أنت غز لا يا سيدي ما تسيبش إسطنبول وروح غز فلوسكم ودوها إغاثات لغز فلوسكم بريطانيا اللي خايفين تتجمد صبح وليل فلوسكوا دلوقتي اللي بتحاولوا تحولوها على الصين عشان خايفين لطوفان الاقصى ودي معلومه لايف جديده آه. شغالين اجتماعات دلوقتي عشان تهربوها خايفين لطوفان الاقصى شفت فجر يا احمد لا خايفين العزيز. ايه كمل مش قصدي معلومه لسه جايه لي امبارح او طب قول خايفين من ايه بقى ايه علاقه طوفان الاقصى بالموضوع فلوس ها... هقولها تجمد يعني اه خايفين, خايفين ان يتم تجميد الفلوس لارتباطهم بحماس او دعمهم لحماس حتى آه. اللي على الورق اه ودلوقتي اجتماعات دلوقتي واحنا قاعدين بقالها ايام اللي بيطلع يعيط لك على طوفان الاقصى وانت قلت له ما تروح تحارب صح لا ما تقولوش روح حارب مليارات الدولارات والجنيهات الاسترلينيه اللي عندك يا سيدي ابعت منها 10% هتبني غزه ده بتوع لندن كل الاخوان كل التنظيم مال عندهم فلوس جدا جدا قال هو مش مره الدكتور محمد مرسي قال لك احنا هندخل ايام اه انتخابات هندخل 200 مليار لمصر ده تصريح موثق 200 مليار مين اللي هيدي مصر 200 مليار عرفت بقى وانا هناك يا باشا عرفت الدولي وغيره طبعا دي ثروات يا فندم هم طيب قعدوا سنه يحكموا ما, ما جابوش طائله <applause> طائله يعني في تصريح موثق للدكتور محمد انا دوليسي. عارفه طبعا طبعا قال لك ايه؟ قال هنجيب دخل 200 مليار 200 مليار صح الفلوس هم عايزين يدوها فين بقى دلوقتي؟ الصين ولا اندونيسيا ولا اه اه, آه, آه بالظبط الس... بيدرسوا الصين بيدرسوا ماليزيا يعني ما كل همهم شوفي انا انا ما شفتش منافقين قد جماعه الاخوان المسلمين ما شفت الاخوان البنا ما شفتش ناس بتمارس التقيه قد الجماعه دي يطلع يعيط لك على طوفان الاقصى ويقول لك المعبر وهو اجتماعاته خايف لفلوسه فلوسه تتبلج بسبب طوفان الاقصى. طيب. بيحاولوا يوديها الصيد باين وبيدرسوا طيب. ماليزيا وبيدرسوا دوله ثانيه. انت بدات المراجعات هناك في اسطنبول. اه بس الجزئيه دي ما جاوبتهاش بتاعت الفلوس بقى قامتني على الاخوان. اتفضل. فهو تنظيم غير شرعي. الفلوس عندي عماره، عندي مدرسه، عندي أجنسة عربيات وهم في السبوه، مكتب وحماة ده بيشتغلوا ما شاء الله في 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 في, مم. في, وعلى راي هشام عبد الله زي الجراد بيجيبوا بعض في اي مكان وفي اي مؤسسه هشام فيهم ده كده ده شام عبدالله. تعبير هشام عبد الله الاخوان زي الجراد اه بيجيبوا بعض في اي حته اهو بقوله على الهوا يطلع يجي يطلع هشام عبد الله هو جوز الست ولا الست اللي بتمشيه ولا ما يعني. بتكلمش في المواضيع دي بس هو رايي رأي انا بس بنسب الجمله دي لهشام لانها جملته هو صاحب الملكيه الفكريه وزي الجراد بيجيبوا بعض كان بيتكلم على وجودهم في التريتي قناه التيريتي يقول لي ده زي الجراد بيجيبوا بعض تمام فاشتغل بيزنس فالبيزنس ده غير شرعي فهكتب الشركه دي باسم سين والعماره دي باسم صاد مكتوبة باسمه على الورق فيرجعها للاخوان يا اما يقول لك ده حقي وحلالي وميراث عيالي مم. فاللي بيتقرب ده وبيشتم حضرتك وبينحني ولاء والله ما قامتني على الاخوان نفسه يقرب من القياده فيبقى في من ضمن المسعدين اللي بتكتب بأسمائهم أسماء التنظيم وده من داخل جروب خاص بيهم ما كانوش يتخيلوا أبداً. داخل التاريخ بعيد نفسه. كان المرشد في الإداري لمحافظة الداهلية أيام الرعيل الأول كان مكتوب الحاجات باسمه ولما جه مات فعايزين الجماعة تاخدها فبنت تقول لا ده حاجة أبونا. اه. وحصل خلاف قبل الدفنة من الراجل. دول يحكموا دولة؟ خلي بالك اللي اتربى على كده ما يحكمش دولة. أنا لما حصلت الخناقة والانشقاق وعلى فكرة وقت الخناقة دي الناس دي بقى بتنسى مصر وتنسى الشعب وكل الأفلام اللي بتحصل دي ومصر والأسعار ويعيط عليك ده بينسى ده عشان يكمل ياخد الدعم أه أدي السبوبة لكن مين يستقطبوا حسام مع فريق محمود ولا مع فريق يستقطبوا نشأة لفريق إبراهيم وينسى الحياة كلها بتقف عندهم جوه هذا التنظيم فأنا جوه الجروب هم ما يعرفوش إني جوه الجروب زمان هيطلعوني منه دلوقتي فبيتكلموا يا جماعه ان في اتهامات لناس للاستاذ البحيري هل يجوز ان نقول ان الاستاذ البحيري لديه ممتلكات خاصه بالجماعه باسمه والاستاذ محمود الابياري لديه ممتلكات خاصه هم يزعلوا ان الاسماء دي تطلع هوا باسمه ودكتور صالح لديه ممتلكات للجماعه باسمه فهل هذا دليل على ان استحلوا مال الجماعه ووظفوه حسب رغبتهم ولصالحهم ومصالحهم لما دي يا استاذ نشات نوعيه المشاكل الداخليه آه. مين خد ايه وكتب اسمه ومين انا اصل انا يعني ببقى من نوع اللي ما بحبش اخدع نفسي ببقى صريح مع نفسي لما كنت بقرا الكلام ده في الجروب بينط في دماغي كان دول يحكموا دوله زي مصر ازاي واللي تربع الكلام ده يحكم ازاي طب لو كانوا سيطروا اربع خمس ست سنين واتخانقوا زي ما حصل اهو اه كان كل واحد بقى خد جهاز من الاجهزه وضربوا بعضه حرب اهليه صحيح ده انت لما بتتخانق بتتعامل الفجر مع اخوك بعد انا طولت على حضرتك طيب آه لا خالص آه خليني اروح لاخر فقره عايز اسمعها من حضرتك قبل ما اشكرك واودعك دي اخر حلقه خلاص؟ والله آه لو في تاني خلينا بس خلينا نشوف يعني خود. عايز اشوف المراجعات آه الارضيه الفكريه اللي انت بدات لضرب جذور الفساد الفكري لجماعه الاخوان حسن البنا وسيد قطب وده اللي قلب الدنيا عليك الحقيقه طيب وانا تابعت ارائك والحقيقه برضو لا اخفي اعجابي بطريقه ومنهجيه التقييم وجبتها عندي في الحلقات وقلت ده جدران الجماعه الفكريه بتهتز نتيجه قراءه وتقييم موضوعي وعلمي. فعايزك تديني كده يعني خلاصه سريعه للفكره وكيف جاءتك ومن اين بدات والى في اين انت ذاهب؟ طبعا انا اعتمدت على الوثائق البريطانيه واعتمدت على كتب غربيه واعتمدت على كتب اخوان منشقين وسالت في الكلام ده اخوان ما زالوا موالين ومتعصبين واعتمدت على كتب شخصيات محايدين زي المستشار طارق البشري وده قاضي ف... بس ما كانش محايد كان اخوان حك... بما... ده بقى لما بتاخد منه الكلمه بتاخد منه المعلومه اللي انت تفهمهم بيها أوه. هو عنده كتاب اسمه الحركه السياسيه في مصر ب 45 52 اه في شخصيه مرت على التاريخ المصري اسمه اسماعيل صدقي طبعا ده الشخص ده كان دوره ان هو يلغي دستور 23 بتاع الشعب اللي بيعيطه على الشعب م. ويعمل دستور 30 اللي الشعب ناضل عشان يسقطه <applause> تمام اسماعيل صدقي ده تقرا في تاريخه تقول لك هو اللي كان بيطالب بدوله اسرائيل على ارض فلسطين قبل قرار التقسيم ومشهور ان عميل الانجليز وراجل قاسي ودموي و... 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 وفتره رئاسته الاولى للوزراء المصري حكم الشعب المصري بالحديد والنار اللي بيعيطوا على فاكر لما قلت لحضرتك الاخوان كتله مؤجره مم. الملك فاروق بعد ما الشعب المصري نزل مظاهره كبيره جدا بيطالب بايه؟ بيطالب بالجلاء ده طلب مشروع تمام؟ كل الناس نزلت ما عدا الاخوان تمام؟ انا عشان بس وقت حضرتك هجيب لك بس معنى صدق لكن تاريخ كله مليان. المهم الملك فاروق رجعه يكتبوا في الجريده بتاعتهم ايه؟ تخيل استخدام القران يجيب لك الايه بتاعت هو اسمه اسماعيل صدقي واذكر في الكتاب اسماعيل انه كان صادق أه؟ الوعد وكان رسولا نبيا تمام؟ اسماعيل صدقي محتاج زي احمد طنطاوي كده ما عندوش شعبيه محتاج شعبيه فمين الكتله المؤجره؟ الاخوان فبص الاقي ان حسن البنا يبعت له جوز اخته او يروح يزور جوز اخته ويعرض عليه هذا التحالف الملعون اللي ضد اراده الشعب اللي هو هو تحالف مع الاستعمار ده راجل كل الشهادات اجمعت انه عميل ويطالب بدوله اسرائيل في فلسطين طب انا هحالفك ضد رغبه الشعب كله في مقابل ايه؟ فلوس يسمح بمؤسسات الدوله للجوال الاخوانيه اصدار جريده ورق طباعه تمام؟ التحالف مع اسماعيل صدقي واستخدام ايه قرانيه لما الشعب في غير موضعها تماما ويقول لك احنا اللي بنطبل هذا الشخص حسن البنا لما الاقيه وجوده والتمويل اللي بياخده من الملك فؤاد ثم فاروق هدفه يشتم في الوفد الذي كان يمثل الاراده الشعبيه تمام لحد ما جه النحاس باشا سنه 42 بناء على رغبه انجليزيه تلاقي السنتين دول اللي حسن البنا طب للوفد طب ببلاش لا خمسين ألف جنيه في السنة بقولك إيه ال ال الكلام اللي بتقوله كلام مهم جدا وأنا أنا شخصيا آه بأستملح ال الغوص في دفاتر وأوراق التاريخ لأنه التاريخ كائن حي بنستدعي منه زي ما أنا وإنت كنا بنتكلم من شوية على وقائع عبد الحكيم عبدين وما جرى في إسطنبول وقائع سرقة أموال الجماعة زي ما حصل في محافظة الأهلية <applause> وانت الحقيقه تابعتك في الفتره الماضيه وقبل ما تيجي مصر وانت عندك عمليه مراجعات فقهيه ممكن الجمهور العام الراي العام الناس في مصر حابين كانوا يشوفوا الشخصيه اللي رجعت بتقول ايه على الناس اللي هناك وانت قلت اعتقد يعني القدر الكبير قلته على مدار اربع او خمس ساعات مع بعض لكن في الخمس دقائق الاخيره وانت بتتكلم ورحت على اسماعيل صدقي باشا وموالاة الاخوان وحسن البنا له واستخدام القران وتوظيف اياته في غير موضعها وهتبدا تخش دخلت بشكل باحث دلوقتي فانا الحقيقه شايف ان احنا لازم نكمل والحقيقه برضو البرنامج عندي له طبيعه خاصه وسريعه وعاجله واخبار وغيره برضو انا جات في دماغي وانا بتكلم معرفش انا بتكلم برضو كطبيعه بشكل عام يعني محتاجين نفتح كل هذه الملفات والدفاتر ونسلط الضوء بشكل علمي على المفاصل والبناء والحوائط الاساسيه اللي قامت عليها الجماعه فكره انه سيد قطب كتب وقال نحن وهذا المجتمع الجاهلي على طرفي نقيض ولابد ان نستعلي عليه حتى يقضي الله امرا كان مفعولا قريت اكيد وانت علوم سياسيه وصحفي وكنت كنت بتقدم برنامج اسمه رؤيه في آ... اه اسطنبول اخر في اسطنبول. برنامج قدمته بصراحه ومعرفش خليني اعرض عليك انك آ... آ... تكمل ما بدات في مراجعات هنا عندنا في القناه في برنامج برضو يبقى اسمه رؤيه انت بتتكلم اه. اصل انا هشبط في الموضوع ده انا بعرض عليك قدام الناس لا أنا هشبط في الموضوع ماشي ده. ما خلاص أنا يعني أنا بعرض عليك وأنا أعي ما أقول لا لا رؤية هنا؟ آه أنا هشبط في الموضوع ده جزيبه. يا أنا مش هسيبه يعني مش تقول لي كلام لا أنا بقول لك أنا 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 جد جدا في الكلام بقول لك إنه كان المفروض نكمل في حلقات أشوفك لأنه أنا شايف إن الموضوعات مهمة جدا أنت الحكاية اللي حكيتها بتاعت إسماعيل صدقي باشا اللي أنا قريتها قبل كده قلتها قبل كده في برنامج الأهل الشر كنت عامل برنامج اسمه أهل الشر هنا في القناة وانا الحقيقه هذا الخط الفكري لو انت تقدر او عندك الرغبه وعندك القدره انك تعمل هذا الخط وتكمل في برنامج بيحمل نفس الاسم يا سيدي رؤيه ده لو يعني ده مش شرط ولا حاجه بس ده مقترح لا انا اتمنى انت حاجه دا حلم حلم يا استاذ نشأت انت بتقول ده حلم الحقيقه ان ارجع في مصر من مدينة الانتاج العظيمة وأقدم برنامج رؤية أنت بتتكلم في في في, في حلم يعني في في حاجة كبيرة قوي طبعًا أنا موافق طبعًا موافق أنا شرفني أكون جندي عشان البلد يشرفني فعلًا فعلًا ده 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 حلم ده حلم حلم كبير طبعًا يشرفني يشرفني يا فندم يشرفني خلاص, آه خلاص. يعني فليكن وأنا آه بشكرك على آه أربع حلقات تقريبا خمس ساعات على الهوا و... وانا بقول لك يعني اهلا وسهلا بيك في بلدك اهلا وسهلا بك في القناه اهلا وسهلا بيك في برنامج رؤيه على شاشه قناه تن مجددا اهلا بيك اهلا بحضرتك واهلا ب... ببلدي مصر انا بشكرك جدا ان شاء الله ربنا يوفقك وتقدر تعمل اللي انت عايزه واللي احنا بنتمناه وكله من اجل الحق والحقيقه وازاله هذا الاذى من طريق كان منير طريق الدين الاسلامي الحنيف ربنا يوفقك شكرا, شكرا, شكرا لحضرتك شكرا, شكرا الكرام انتهى وقتي نلتقي غدا دمتم في امان الله